اهلا بحضراتكم مره تانيه. خلينا نرحب بنجومنا وضيوفنا النهارده في المحترف الكابتن الكبير العظيم الكابتن ماهر همام. يا كابتن هاني منورنا يا كابتن. وحشني جدا يا كابتن. بقالنا فتره مزوغين منك. معلش. الحمد لله على السلامه يا كابتن. الله يسلمك. وطبعا النجم المتالق دائما وابدا الكابتن عمرو الحديدي. عمور مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن. الحمد لله على السلامه يا كابتن. الله يخليك. اخبارك ايه يا عمور؟ تمام يا كابتن. كله كويس؟ احمد ربنا. كابتن ماهر، يمكن في الانترو اتكلمت عن ما ينتظر النادي الاهلي الموسم اللي جاي، موسم مزدحم جدا جدا جدا. ويمكن اتكلمنا يمكن انا وحضرتك قبل الهوا، يمكن خلال الثلاث شهور اللي جايين عندنا ثلاث بطولات كبيره. ايه اهميه معسكر النمسا يعني في التحضير لموسم صعب زي اللي ينتظر النادي الاهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هادي تحضير لمعسكر النمسا بدا بالاختبارات والمقاييس، ودي اهم حاجه احنا بنتابعها في الشغل الفني او الاداري. فالنادي الاهلي قبل الاختبارات والمقاييس مستر كولر اعطى الفريق 21 يوم راحه، وانا شايف ان الراحه ديت يعني مفعوله مفعول السحر زي ما بيقولوا، زي القرار اللي اخده الكابتن محمود الخطيب في راحه اللاعبين الكبار في الاعوام الماضيه، واثمرت بشكل كبير جدا في السنه اللي احنا عملناها اللي هي السنه الماضيه. حققنا فيها خمس بطولات، وكان شكل اللعيبه شكل متغير خالص عن الفترات السابقه. بعد كده مستر كولر قرر هذا القرار براحه اللعيبه 21 يوم، ثم الاختبارات والمقاييس والعوده مره ثانيه عن طريق الاختبارات والمقاييس، ودي اهم حاجه هادي بيتبعها المدير الفني في بدايه الموسم عشان يطمن على حاله اللعيبه، ويطمن في نفس الوقت كمان ان اللعيبه تقدر تكمل موسم قوي، خصوصا زي ما انت ذكرت عندنا موسم صعب. ده نقطه مهمه جدا كابتن، بشكرك عليها، لان كمان عايز اوضحها للساده المشاهدين. يعني ايه اللعيبه ترجع من اجازه؟ يبقى دايما بيكون في قياسات بدنيه. القياسات البدنيه زي ما الكابتن تكرم وقال، هو بيحط فيجن معين للمدير الفني، اللعيب ده جاي شكله البدني ازاي. ده بيخليه يحط كمان البرنامج التدريبي والبرنامج البدني للمعسكر. خلي بالكم، لان في بيبقى يعني زمان قبل التكنولوجي ما تخش الرياضه والقياسات، بيبقى تعالى من الاجازه خش على المعسكر جري للناس كلها بمجاميع، كل المجاميع بتجري مع بعض او كل اللعيبه بتجري مع بعض. لا، دلوقتي الامور اختلفت. فالقياسات البدنيه اللي بتحصل خلال 3 ايام قبل المعسكر النتائج بتطلع، ومن خلالها بيحط مجموعات من اللعيبه. على سبيل المثال، مثلا في اربع خمس لعيبه مستواهم البدني افضل شويه من اربع خمس لعيبه تانيين، فما ينفعش تحط العامل او الشغل البدني بتاع الاربعه دول زي الاربعه دول. يعني يقول لك مثلا الاربعه على سبيل المثال لياقته البدنيه معقوله، فده يقطع مسافه مثلا 3 كيلو، تدي له وقت اطول شويه انه ممكن يقطع المسافه دي. على الجزء الثاني لا، في ناس محتاجه، القياسات بتقول لا انت قليت قوي، وبالتالي الاحمال بتاعت المجموعه دي هتكون اعلى شويه من احمال المجموعه الاولى، وهكذا. فده مهم يا كابتن. ليه؟ ازاي انت بتحط برنامج بدني في المعسكر؟ ما فيش خلاص كل اللعيبه بتاخد جرعه واحده، لا، حتى في المعسكرات بيبقى في جرعات مختلفه للعيبه، في لعيب جاي عالي شويه، في لعيب جاي ناقص شويه. فكل الفكره ان ازاي انت تخش على المسابقات ويبقى تقريبا، مش هقول كله، تقريبا قريبين بمستوى بدني واحد. يعني الحاجه الثانيه كمان يا هاني، حته اللعيبه المحترفين الجدد. صحيح. يعني المعسكر بيجمع بين الخبرات والدم الجديد واللعيبه طبعا الناشئين اللي احنا شفناهم، ودي برضك حاجه جميله بتحسب للراجل ان هو بيقضى في المعسكر ده، بيبقى فيه معايشه بشكل كبير جدا، اللعيبه بتبدا تتاقلم على المنتاليتي والعقليه. صحيح. الراجل اللي بيفكر فيها، الاستراتيجيه او الخريطه اللي الراجل بيبني عليها. طبعا نجومنا الوافدين الجدد بداوا ياخدوا اماكنهم يمكن في المباراه اللي هي المتدرجه، الراجل بدا يشتغل من خلالها. عايز اقول لك يا هادي، لو تفتكر كده احنا نرجع للزمن بس ورا، لما انت كنت بتجينا وانت كابتن المنتخب، وانا كنت اتمنى اسالك اقول لك يا هادي انت فتره الراحه كنت بتعمل ايه؟ فبتقول لي يا كابتن لا ده انا معايا بعض البرامج التدريبيه، اللي هشتغل عليها عشان ما اروحش على فتره الاعداد وابقى ابدا من الصفر. يعني بالظبط حالتي البدنيه بتبقى من الصفر، لا يبقى 25% 30% اقدر اكمل المشوار خلال الفتره القادمه. مظبوط. عمرو الكابتن نتكلم في نقطه مهمه جدا، وهو التجانس ما بين اللاعبين الجدد. يعني في لعيبه اول مره تخش طبعا صفوف النادي الاهلي زي رضا سليم وزي امام عاشور، في لعيبه بقى لها فتره طويله نتيجه للاعاره زي كريم نيدفيت وصلاح محسن،
بجانب بعض اللعيبة من قطاع الناشئين المتواجدين. المجموعة دي اشتغلت خلال 9 أيام بشكل أكتر من رائع. أنت شايف برضو أهمية المعسكر ده إيه من وجهة نظرك، سواء على النواحي البدنية أو على النواحي الفنية اللي اشتغل بيها كولر في المعسكر ده؟ لو أنت يا كابتن هاني فاكر قبل ما حضرتك تسافر قلت لحضرتك كل اللعيبة هتقدم أوراق اعتماد جديدة لمارسيل كولر، وهو هيقول للكرة المصرية في جديدة عندي، عشان الفترة اللي فاتت أنا ما اشتغلتش غير اليوم الطويل، أول مرة يحصل بيا تجمع وأقعد فترة معينة أو فترة إعداد معينة تواجدت في النمسا. اللعيبة اللي جاية هو شاف كويس قوي من وجهة نظره كمدير فني بالنسبة لصلاح محسن، بالنسبة لكريم ندفت، وظهروا بالمستوى اللي هو رسمه لهم في وجودهم داخل صف النادي الأهلي. أما إمام عاشور ورضا سليم كانت الرهان بالنسبة لي إن هم هيظهروا بالمستوى اللي يليق بيهم لثقة الراجل، العامل النفسي والانسجام اللي الراجل بيعمله ما بيحسكش إن هو غريب. الراجل لما اشتغل يا كابتن هاني بالخطة قصيرة المدى اللي هو اشتغل بيها أول لما جه، اشتغل لفترة بسيطة جدا وبعد كده أما عاملها لطويلة المدى، قلب الفكرة لطويلة المدى المشروع بتاعه وجدد للنادي الأهلي سنتين، مع السنة المتبقية يبقى 3 سنين وفي سنة يبقوا الرابعة. أما جه اشتغل طور من أداء النادي الأهلي في حتة نص الملعب، المكان اللي هو بيجيد فيه. كان حمدي فتحي قبل ما يمشي ويحترف، مروان عطية، وشفنا ألو ديانج، وشفنا حسين الشحات وعبد القادر، والروح التنافسية ما بين تاو وما بين طاهر. فجأة جاب جزء كبير كارلوس برينجير ان هو يشتغل في الحته الهجوميه وتطوير اللاعب الناشئ اللي موجود في المعسكر، عشان ما يبقاش بالنسبه له خوفه وهو داخل على الدرجه الاولى، يبقى هو متعايش مع ده ومتجانس مع الدور. ده مهم جدا طبعا، دور مهم برضو ان يكون عندك حد بيشتغل النواحي الفرديه، انت عندك بتدي جرعه واحده، لكن ممكن جدا في نواحي خططيه معينه للعيب معين بيبقى في عين واضحه، وجوده مهم جدا في خلال المعسكر بالذات، لان طبعا الفترات اللي جايه هيكون فيها ماتشات كتير، ولكن الفتره دي كان مهم يكون موجود هذا العنصر الجديد في جهاز النادي الاهلي. يمكن يا كابتن قلنا لحضرتك في الفتره اللي هو طور فيها خط ظهره اللي هو جامبريلي، طور اداء خط ظهر النادي الاهلي، وكان قبليه ميشيل يانكون في بالنسبه لحراسه المرمى، صحيح، وكولر في نص الملعب، بقى فيه برينجير دلوقتي في الحته الهجوميه مع الوضع في الاعتبار، ودي اهم نقطه بقى حضرتك قبل ما تسافر برضو كلمنا على زعلوق، الراجل ابتدى يحط الولد في الصوره، حته الرهبه ان انا مولود 2004 ولا 2005 وببقى مع الدرجه الاولى وفي اسماء كبيره، ما فيش حاجه في الكوره اسمها كده، خلاص حاجه انك خلاص بتادي 16 و17 خلاص بقى، خلاص انت تلعب درجه اولى من بدري. صحيح. هو عمل ده، الانسجام بقى الجزء اللي ناقص كولر عشان تكتمل الصوره جابه معاه، اللي هو المدرب الخاص بتطوير الحته الهجوميه. زعلوك طبعا لعيب كويس كمان، بالظبط، يبقى انت عملت حاجه، عندي لعيب كويس العين اللي اختارته عشان موجود في ناشئين النادي الاهلي، وتطور مدير فني عايز يطور الحته بتاعه الناشئين ويشيل رهبه وجوده مع الدرجه الاولى، كل ده تواجد والراجل ما اداش للموضوع اكبر من حجمه. يا كابتن هاني ان انا هجيب فرويد المهاجم موجود ولا مش موجود، الراجل مركز في المعسكر، ولما بيسالوه انت بتفكر في المعسكر ايه قال لك افكر جزء واحد الانسجام والتجانس بين اللعيبه وجدد الوافدين دخولهم مع النادي الاهلي في الفتره بتاعه المعسكر في النمسا، ثم مباراه اتحاد العاصمه. ما تكلمنيش على القرعه، القرعه مجرد رؤيه وسمع، انا فين من الجدول او فين من المجموعه اللي هلعب مع اتحاد جده ولا هلعب مع اوكلاند سيتي، ايا كان المسمى، خليني بفكر في ملف ملف، نجاح المعسكر، انسجام اللعيبه الجدد، وجودي، اما اجي مصر العب مباراه اتحاد العاصمه اللي هي مباراه من مشهد واحد، تحقيق بطولة هتتحسب لكولر، البطولة رقم 6 مع تحقيق 6 بطولات اللي فاتوا، كان ناقصهم كأس العالم للأندية، هيضم ليهم مباراة اتحاد العاصمة بتاعة السوبر. طالما جبت المباراة ديت هاخد رأيك يا كابتن ماهر في المباراة اللي جاية، مباراة مهمة جدا زي ما عمرو قال، هي مباراة ببطولة أمام فريق مش هقول فريق جديد لكن عنده عناصر كتيرة جدا جدا، المدير الفني غير 14 لعيب عن الموسم اللي فات نادي اتحاد العاصمة الجزائري، شايف المباراة دي ازاي في أول خطوات وأول مشوار النادي الأهلي في البطولات الكتيرة اللي منتظرة الموسم ده إن شاء الله؟ هو تكملت لكمان كلام عمرو كمان يا هاني، إنك أنت بيبقى عندك ثلاث مراحل في التيم بتشتغل عليهم، الخبرة والوسط والدم الجديد، صحيح، ودي من ضمن الحاجات اللي مستر كولر يعني حاطط عينه عليها بشكل كبير جدا وقدر يضيفها في هذا المعسكر. الحاجة التانية مستر كولر عنده الخريطة بتاعت لعيبة النادي الأهلي والتشكيلة، يعني إيه الأماكن اللي هو فعلا مأثرة معاه خلال الفترة اللي فاتت، يعني بالوافدين الجدد أكيد حمدي فتحي رحل، إمام عاشور دخل، بالنسبة هو كان بيطلب جناح من ناحيتين، رضا ممكن يقدم بيلعب يمين بشكل الكلام
كهربا يمكن ادى كمان موضوع المهاجم بشكل كبير، لكن طبعا هو يمكن قلقه في حته المهاجم ومحتاج مهاجم مواصفات، هو قال طويل القامه وسريع وبيجيد العاب الهواء، يعني مواصفات المهاجم اللي هو محتاجه مستر كولر. كل الاستعدادات ديت اللي احنا اتكلمنا عنها يا هاني عشان يوم 15 مباراه السوبر الافريقي اللي بينه وبين اتحاد العاصمه، كلها دي كلها استعدادات بتطمن الجهاز الفني واللاعبين، كمان بتطمن جماهير النادي الاهلي اللي بتتابع بشكل كبير جدا وعندها ثقه كبيره جدا طبعا في الجهاز الفني واللاعبين. اتحاد العاصمه الكره الجزائريه شمال افريقيا، العنف والتحدي والاصرار والدوافع اللي موجود عندهم زي ما ذكرت حضرتك وقلت ان هم رحل حوالي 14 لعيب وضم يمكن 12 لاعب. الراجل اللي طب دي حته تقدر تشوفها كابتن بعين بقى المدير الفني وعين الخبرات خلال السنوات الكبيره اللي قضيتها في الملاعب كلاعب وكمدير فني، هل ده سلاح ذو حدين؟ هل ده في صالح النادي الاهلي يكون في دم جديد لسه ما فيش تجانس قوي لسه الامور بالنسبه لهم صعبه، ولا على الجانب الاخر لا ده بيلعبوا قدام النادي الاهلي 12 لعيب جديد عايزين يثبتوا وجودهم، عايزين يبداوا كمان ببطوله على حساب نادي كبير زي النادي الاهلي، شايف توزن الامور دي ازاي يا كابتن؟ هو طبعا الاحلال والتجديد اللي حصل، اللعيبه اللي رحلت واللعيبه اللي جت زي ما ذكرت كده هاني، اللعيبه دي هيبقى عندها دوافع بتلعب قدام نادي القرن، بتلعب قدام النادي الاهلي ما عندهاش حاجه تبكي عليه، يعني هو كده كده هو كسبان، يعني بالنسبه له مكسب كبير جدا ان هو بيقابل النادي الاهلي في نهائي السوبر. لكن عايز اقول لك كابتن هاني هتتوقف على المدير الفني، يعني المدير الفني لاتحاد العاصمه عبد الحق بن شيخه مدرب قوي جدا ومدرب عنده خبرات وحقق بطولات في كذا فرقه من فرق شمال افريقيا بشكل كبير، وصاحب كمان البطوله الكونفدراليه اعتقد مع نهضه بركان الموسم اللي فات وكمان الدوري التونسي مع الافريقي التونسي، يعني عنده محطات قدر يحقق فيها بطولات مع فرق كمان مش موجوده في التصنيف، مش زي الرجاء مش زي الترجي، فرق الافريقي بيعتبر مثلا من اربع الفرق المميزين في تونس، عنده نهضه بركان بردك السوبر الافريقي حصل عليه، بردك نهضه بركان من الفرق اللي موجوده على الساحه بالنسبه للدوري الجزائري، طبعا بردك عنده شباب بلوزداد حقق معاها بطوله بردك الدوري الجزائري، عنده اتحاد العاصمه بردك محقق معاه بطوله كأس المغرب، الدفاع الحسن الجديدي المغربي، يعني واضح قوي يعني واضح ان عنده ثقافه خبرات البطوله بالزبط. يعني ده بالزبط. كمان مهم في المدير جداً الفني يا عمرو، انك لما في يعني في مدير فني او في اداره فنيه بتكون بالنسبه لها المباراه النهائيه مباراه مبهمه شويه ممكن جدا ما يكونش موفق فيها، تحضيره ما بيكونش جيد، لكن واضح ان المدير الفني لفريق اتحاد العاصمه الجزائري مر بتجارب زي ديت كتير وبالتالي هيكون الامور بالنسبه له واضحه. انت شايف صعوبه المباراه فين يا عمرو؟ يعني انت لو بتقول المباراه وانا شايف ان المباراه مش سهله، مباراه صعبه، يعني صعوبتها فين؟ صعوبتها ان كولر ما ينفذش اللي بيدور في دماغنا دلوقتي اللي احنا بنفكر فيه. الراجل بيعمل حاجه كابتن هاني، والله انا بقالي من ساعه ما جه بذاكر حاجه معينه على طول. الراجل بيرمي طعم، هو انا مسميه الثعلب المكره، والراجل بيرمي طعم بشكل واثناء المباراه شكل، وبعد 10 دقائق تطوير الكره بشكل تاني خالص. اللامركزيه الراجل ده هو الوحيد اللي معرفنا ما فيش فيرود، في الاربعه اللي تحت كهربا لو الفيرود الجديد موجود الاربعه بيزيدوا وبيامنوا طول ما مروان هو رمانه الميزان عارف يعمل ربط ما بين الخطوط وبعضها. امتى الموضوع ده؟ اما الموضوع يطول، الراجل ما عندوش عدم ثقه في ان الموضوع يطول الشوط الاولاني يخرج بشكل ما بيقلقش. هو عارف امكانيات لعبته، بس عالج ثلاث حاجات يا كابتن كانوا مهمين جدا. الفلسفه اللي موجوده في لعيبه النادي الاهلي في خط ظهرها بلاش عشان ما تدخلنيش في دوامه سنه الغرور توصل، اللي هي ان لو دخل فيها هدف انت دخلتني في دوامه ثانيه، يبقى انا مطلوب ان انا اجيب هدف التعادل واجيب هدف المكسب، صعبت عليا الماموريه. عمرك ما هتقابل صعوبه زي ال 17 دقيقه بتوع ماتش الوداد، دخل فيك هدف في الدقيقه 34 الشوط الاولاني، وبعد كده اما حصلت الشماريخ اشتغلت، فقدان الثقه ان هم اقنعوا نفسهم ان الاهلي استسلم من الموضوع، فوقان الاهلي في 17 دقيقه يجيب 7-8 تجوان ما جاتلوش تحقيق الفرص دي في استاد القاهره. ادي كذا حاجه. نمره 2، الطعم اللي اداه المنذر لكباير وهو موجود في ماتش الرجاء
ان الموضوع مفتوح وانت هتضغط عليا وبتلعب 2-1-3-4 وضغطت عليا بكل امكانيات وكل القوى الهجوميه لاطراف فرقه الرجاء. واما راح بالهدف اللي هو عايزه اما نزل عبد القادر ونزل شريف الاهلي ضيع حوالي 6-7 اهداف في مباراه الرجاء في الرجاء في ملعب المركب الخامس. يعني الموضوع ده ما بيتكررش كتير انك تبقى بره بتضيع فرصه او فرصتين، لا ده انت بيجي لك 7-8 فرص. فهو الراجل عارف بينظم خطوطه، الحته بتاعت ارتفاع المستوى الاداء الجماعي في وجود الوافدين زي رضا سليم وزي امام هيبقى الموضوع سهل. التجانس من لعيبه النادي الاهلي مفيش نسبه التغيير المطلوبه، وفره لعيبه النادي الاهلي والكم اللي موجود انك تقدر تحط 18 او 20 لعيب في مباراه زي دي صعب قوي. بس الراجل متوسط او امكانيات كل اللعيبه زي ما حضرتك قلت في الاول لكابتن ماهر المسافه هتبقى قريبه، مش هيبقى 9-4 لا 9-7 9-8. الشطاره في اجتهاد المدرب، في الشطاره في اجتهاد اللاعب انه يحجز مكان ويثبت للراجل ان انا امكانياتي تسمح ان انا اللي اكون موجود. صحيح. حته الاداء بقى والجماعيه الراجل كان قافل على نفسه كويس قوي في المعسكر وعرف ياخد من نجاح المعسكر اذا كانت المباراه الوديه او اي مباراه ثانيه. ماتش التراي ماتش اللي اتعمل كان كمان متحفز جدا ان الموضوع ما يتصورش، هو بيصور طبعا كاميرات خاصه ليه عشان يبدا يحلل المباراه، لكن الامور ما خرجتش لبره، كان هو متحفز جدا يا كابتن ماهر. وده مهم انك برضو بتقفل على فرقتك عايز يعمل حاجه جديده، عايز ينفذ حاجه جديده. هل تتوقع ان احنا نشوف الوافدين الجدد للنادي الاهلي في مباراه او في بدايه المباراه امام اتحاد العاصمه الجزائري؟ يعني ممكن نشوف رضا سليم من الاول، ممكن نشوف امام عاشور من الاول، ولا انت رايك انه ممكن يكونوا اسلحه معاك موجوده وتستفيد بيهم من خلال طبعا سيناريو المباراه ان شاء الله يوم الجمعه؟ هو بالنسبه للمباراه ديت يا هادي اكيد هو عنده درايه بشكل كبير جدا من اتحاد العاصمه، لازم يتفرج عليهم، ودي من ضمن مميزات الجهاز مستر كولر ان هو بيتفرج على اتحاد العاصمه، بيشوف طريقه اللعب، بيشوف التشكيله، بيشوف العناصر المؤثره، نقط الضعف اللي يقدر ممكن يستغلها، دي حاجات كلها بيذاكرها مستر كولر بصراحه بشكل كبير جدا هو وجهازه الفني. انا شايف ان مستر كولر في المباراه دي مش هيحصل تغيير في بعض العناصر الجدد، هيضطر ان هو يلعب بالتشكيله اخر تشكيله نهى بيها اللعيبه اللي عندها خبره واللعيبه اللي كان عندها ثبات في الاداء بنفس الطريقه اللي هو لعب بيها والتشكيله. فانا شايف ان الوافدين الجدد هيبقوا ورق يقدر يستعمله ليهم ادوار خاصه في اوقات معينه. بالظبط ليهم ادوار خاصه في اوقات معينه يقدر يدفع بيهم، خصوصا ان المجموعه اللي موجوده يا هاني يعني مجموعه مترابطه ونهت بشكل كبير جدا 5 بطولات باداء متميز من افضل السنوات اللي ادوها لعيبه النادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي. صحيح. فانا شايف ان مستر كولر من ذكائه ان هو الا حصل حاله اصابه في بعض العناصر اللي موجوده في نص الملعب ممكن يدفع بامام، ممكن يدفع برضا في حاله لو حصل الله قدر واحنا ما نتمناش يعني حاجه في ناحيه الجناحين يحصل اصابه يقدر يدفع برضا، لكن انا شايف ان هم هيبقوا موجودين على دكه البدلاء وهيبقى في الوقت المناسب اللي هو هيختار فيه الوقت اللي يقدر يشترك فيه هؤلاء اللاعبين الوافدين الجدد. نفس السؤال ليك يا عمور. انا بس شايفك بتكتب محضر حاجه. بص يا كابتن، هو طبيعي اللي على الورق واللي ظاهر هيبقى للناس هيلعب بال4-3-3 ده اللي على الورق، ده الفورميشن بالظبط كده، يعني الشناوي وهاني وياسر ومنعم ومعلول وديانج ومروان وامام وتاو وحسين وكهربا. يعني هيدخل امام مكان حمدي فتحي يعني في بالظبط كده الحته اللي الهجوميه اللي هو محتاجها. النقطه دي هياخد نفس مهام حمدي فتحي في اخر اسابيع من الدوري اللي هو 8 البوكس تو بوكس اللي بيخش وبيزيد 100% يا كابتن، عشان هو بيجيد العب الهوا، بيجيد التسديد، بيجيد التسديد بالرجل اليمين والشمال، يعني بيقدر الحته الهجوميه بيقدر يكمل فيها كويس وبيقدر يغطي التغطيات العكسيه لو الفيرود خارج بره اللعب يقدر يغطي من وراه. ارجع للي انا بقوله لحضرتك يا كابتن هاني، فجاه هتلاقي غير طريقه اللعب بعد 10 دقائق ل4-1-4-1، يطمن على اداء اللعيبه وجس النبض الاولاني من فرقه اتحاد العاصمه عشان يدي مهام ربط مروان ما بين الاربعه اللي في خط الظهر. ايه اللي بيحكمه في الجزئيه دي؟ ايوه ما هو برضه ما اصل ده مهم، انت بتقول بعد 10 دقائق ربع ساعه، ايه اللي يحصل خلال 10 دقائق او ربع ساعه يخليه يلعب 4-1-4-1؟ هل اداء مثلا اتحاد العاصمه بشكل معين
ولا هو عايز كده كده حاطط الكونسيبت ده قدامه؟ يعني كابتن لما اكون انا قاعد وسط كابتن ماهر وحضرتك خلي بالك خلي بالك الراجل لما بيشتغل انا بجس النبض، هل هو بيتراجع تحت الكوره وبيشتغل تلت ملعب؟ حلو. هي العشر دقايق بتاعت جس النبض اللي احنا بنقول عليها جس النبض ككره مصريه. جميل. مفيش بره في الكلام ده، مجرد ان هو لقى ان هم بيتراجع وبيتعامل على الكونتر اتاك من فريق اتحاد العاصمه يبتدي يكثف ويبتدي يستحوذ على مجريات نص الملعب. جميل. يعني انت بتقول خلال العشر دقايق ربع ساعه الاولى بالزبط. لو مفيش ضغط عالي من اتحاد العاصمه هو بياخد الطريقه انه بيثبت خلاص مروان قدام الاثنين السرد باكين بيلعب 4-1-4-1، ده اللي انت بتقول عليه. مين انا عندي في ايوه كابتن ماهر عايز يقول ماتش الرجاء مش اتضغط علينا اول 10 دقائق وكره من تحت المقص شالها الشناوي، بعد ال 10 دقائق بالظبط ادى اللامركزيه للاربعه اللي تحت الفيرود، اداهم مهام هجوميه، تراجع فرقه الرجاء كمل لغايه نص الملعب وابتدى يقابل النادي الاهلي من نص الملعب من عند مروان بالظبط. هو هيحترمك يا هاني، هيحترمك بشكل كبير جدا لانه هو عارف بيلعب مين، فاكيد برضك هو هينظم وقته وهينظم فتراته من خلال الجيم. فبرضك من ذكاء اتحاد العاصمه بمدير فني عنده درايه بشكل كبير جدا عن النادي الاهلي، فحته انه يغامر على النادي الاهلي هيبقى بحساب. يعني هو برضك طول ما الوقت بيعدي مكسب ومصلحه ليه. بس انا عندي هنا ملحوظه، وانت انا عارف ان اتحاد العاصمه هيبقى في نص ملعبه يعني اوقات كثيره جدا من المباراه. انا محتاج هنا قفشه. يعني انا مع ديانج ومع مروان قفشه كصانع العاب مهم جدا، لان برضه فكره ان برضه ما يعني ما تحطش من اول بالظبط من نفس البطوله، ممكن تحط امام في اختبار او مش ده شكل ممكن الناس تفكر فيه. انا مش عايز الريتم الثلاثه، ممكن تزق امام مثلا او رضا فتره من الفترات. الريتم الثلاثه فيه سرعه وقوه وحركه لا انا عايز حد بس يعني يوزن الاستحواذ ويبقى بلاي ميكر يقدر يلعب يعمل التوزيع بالظبط، يقدر يلعب لي الجزء اللي قداماني مهم جدا. وقفشه الحمد لله رب العالمين الفتره اللي فاتت دي اتعلم ازاي يدافع بشكل طبعا جيد، وشفناه يعني صراحه يعني الجوانب الدفاعيه عندها زاد بشكل كبير. حضرتك جايب في الصراحه قفشه بيعمل تكالينج في الاربعه ضد اللقطات دي ما كانتش موجود يا عمرو. اللقطات اللي جايبها هاني دلوقتي واخد بالك من المعسكر، ان اول مره اشوف واضح طبعا ان في ضغط بشكل كبير جدا، يعني من ضمن سمات الرجل وتعليمات الرجل ان كل الناس بتضغط حتى في السيركل حتى في الدايره الصغيره دي. هي في فكره كمان دايما المدربين بيقولوها في المعسكر، ما تفتكرش ان انت ناهي معايا الموسم اللي فات ان انت خلاص ضمنت مكانك بالزبط. الموسم ده بالزبط. في ملعب وفي تدريب وفي جديه وفي التزام وفي قياسات وفي وبالتالي احنا شفنا كل اللعيبه بتحاول تثبت، مش هتثبت نفسها لكن تثبت جداره ان انا عايز اكون موجود. ما هي دي كابتن هاني اللقطه اللي الناس لازم تفهمها ما بين قفشه والقندوسي. انا عايزك 90% بتأدي الواجب الهجومي و90% بتأدي الواجب الدفاعي. قفشه عمل ده زي ما كابتن ماهر اخر خمس ماتشات، ده ذكاء لاعب واستجابه مدير فني ان ياخد باله من ده. صحيح. ان المدير الفني انا موافقك انك انت هتقدر تجمع ما بين الاثنين، انا موافق. برضو من ضمن الحاجات يا كابتن صلاح محسن هنشوفه بشكل عكس اللي احنا شفناه قبل كده. صلاح بيجيد المهاره، بيجيد العاب الهواء، التكف بتاعه عالي جدا، السرعات عنده هايله. بص انا عندي في حته معينه عندي برضو كلمتين عند صلاح في النقطه ديت. خلي بالك يعني مش عايزين نحط لود على الولد، يعني مش عايزين نحط بريشر على الولد. صلاح لعيب كويس مفيش شك، كان موجود في النادي الاهلي وعمل موسم رائع مع سيراميكا الموسم اللي فات. خلينا ناخد الامور بهدوء شويه مع صلاح. لو بدا بمستوى عالي كلنا نتمنى، لو بدا بمستوى متوسط احنا في ظهره علشان يعلى، لان الامور بتبقى شويه حاده شويه على اللعيب والناس كلها السبوت. صلاح محسن في المعسكر احسن واحد وماشي كويس والراجل معجب بيه جدا، فالاكسبكتيشن او التوقعات الناس بتبقى عاليه جدا، وده بيحط اكيد ضغط على اللعيب. بالظبط. اول لعيب النادي الاهلي عليه ضغط كده كده. لكن خلينا نتكلم بس برضه بعقلانيه شويه. موضوع صلاح ان شاء الله باذن الله نتمنى ان هو يخش في فورمه عاليه، لكن احنا وراه برضه يعني الجماهير وراه بتزق فيه، اللي احنا مقتنعين تماما انه لو مركز كويس قوي وعنده الشغف وعنده القدره، لا لعيب من اللعيبه التقال يعني اللي هتفيد النادي الاهلي. زي ما ذكرت كده يا هاني بالنسبه لصلاح، وفي نفس الوقت كمان احنا مش عايزين نشتته، احنا عايزين نديله المكان اللي هو يقدر يؤدي فيه وهو كراس حربه.
فوجوده كراس حربة وبعدين بيتساعد من الأطراف، بيتساعد من العمق، تأكد عنده مميزات جميلة، عنده سرعة وعنده ألعاب الهواء وعنده اختراقات، يعني واضح أنه هو لعيب كمان واعد. وطبعا اكيد استفاد من فتره اللي هي الاعاره طبعا، وبعدين رجوعه مع مستر كولر قعد معاه اكتر من جلسه، واضح قوي الولد بيستجيب بشكل كبير جدا لتعليمات مستر كولر. فنتمنى ان شاء الله الصراحه يبقى مكسب كبير ان شاء الله باذن الله. قبل ما نستقبل طبعا الدكتور احمد بيومي طبعا عشان يكلمنا باستفاضه بقى عن فريق اتحاد العاصمه الجزائري بالارقام والاحصائيات وشكله ازاي، عايز اسالك عمرو، ايه خطورة نادي اتحاد العاصمة؟ خطورته بتتشكل في ايه؟ بص يا كابتن، هما بيستعملوا احسن حاجة في فرق المغرب وتونس وشمال افريقيا الكور الثابتة. الكور الثابتة عندهم مميزين جدا فيها، يمكن انا اتفرجت عليهم فترة كتيرة. هو غير 14 لاعب مش وجاب 12 لاعب. هو عايز حتت معينة، هي إيه الحتة دي عندنا مميزين فيها؟ حتة ايجاد العاب الهواء والتمركز في الصندوق في وجود الشناوي واطراف النادي الاهلي. هو ده ان النادي الاهلي من البدايه وجودنا بنلعب في استاد الطائف في السعوديه هيبقى ضغط وكم الجماهير اللي موجوده للنادي الاهلي، ده عامل معين زي مباريات كاس العالم اما النادي الاهلي لعب مع الهلال ومن البدايه بين شراسه الاسد بطل افريقيا بيشتغل ازاي، جون البقره كرت الثاني الثالث هتلاقي الموضوع يا كابتن خد شكل ثاني والراجل يبتدي يلملم اوراقه ويدلع عشان الموضوع ما يعلاش. ذكاء كولر، يمكن حضرتك اتكلمت فيها مع الكابتن ماهر بالنسبه لصلاح، عايز ارجع لها دي ان صلاح احنا مش هنضغط عليه، الراجل اللي صبر في امكانيات محمد هاني وارتفاع في مستوى الاداء الفردي وبيرستا وكريم فؤاد واكرم ومروان، هو متاكد هيتعامل مع صلاح ازاي. هو انا مش خايف من الراجل، يعني الراجل هيصبر عليه، هيصبر عليه لانه يعني مقتنع ان انا اللي طالبه، انا اللي طالب انه يجي. كنت بتكلم على الجماهير المنتظرة، بتكلم في نقطة مهمة حاجات كتير. اعتقد كابتن العامل النفسي اللي هيبقى ما بين كولر وصلاح محسن ويفصله تماما عن الاجواء والسوشيال ميديا والصحافة، هيبقى الراجل مغير صلاح. احنا هنشوف صلاح محسن الوافد الجديد للنادي الاهلي وليس صلاح محسن اللي كان موجود قبل كده. والتوقيت يا هاني برضك بالظبط كده، التوقيت مهم جدا جدا. ان شاء الله احنا كسبانين نقدر نديله فرصة واللعيبه في حاله جيده يقدر يساعدوه. طب احنا هنتكلم تاني عن اتحاد العاصمه، لكن خلينا نستقبل ضيفنا النهارده الدكتور احمد بيومي، هيتكلم باستفاضه شويه الشكل الخططي لنادي اتحاد العاصمه ازاي بيشتغلوا على مستوى الهجوم على مستوى الدفاع. خلينا نتكلم مع لغه الارقام، نرحب طبعا بضيفنا الدكتور احمد بيومي. حميد كابتن هاني منورنا، اهلا بيك كابتن هاني، بارك في عمل التواجد مع حضرتك. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. النادي الاهلي في انتظار موسم صعب، البدايه ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه مع فريق اتحاد العاصمه الجزائري، مباراه مش سهله، مباراه ببطوله، وده المهم فيها ان احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا ونضيف ان شاء الله درع و كاس جديد في دولاب الجزيره بالنادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي. يمكن الحمد لله كل مره بنيجي بنحلل المباراه بتبقى بعدها ان شاء الله بطول، الحمد لله النادي الاهلي والوش حلو علينا طبعا. ده حقيقي. فان شاء الله طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت انها هتبقى مباراه مش هتبقى صعبه خالص لاسباب كتيره جدا، يمكن مباراه وان شاء الله تبقى البطوله التاسعه طبعا في تاريخ النادي الاهلي، السوبر التاسع باذن الله. زي ما حضرتك تفضلت يمكن اتحاد العاصمه يمكن خلال حتى الفتره الاخيره ما كانش بيعتبر من هو التوب فور اللي موجودين في الدوري الجزائري، ولكن ده ما بيعكس انها تبقى مباراه سهله لاسباب كتيره. يمكن دايما الاهلي لما بيلعب مباراه مع شمال افريقيا سواء بنتكلم في الجزائر او تونس او المغرب يبقى دايما ليها نديه ويبقى ليها دايما صعوبتها، حتى لو جنبنا النواحي الفنيه بيبقى الحته النفسيه بتبقى موجوده بقوه في المباريات اللي زي دي. زي ما قلت لحضرتك هم يمكن في الفتره الاخيره ما كانوش موجودين من خلال التوب فور، خلال الدوري الحالي هم انهوا الدوري في ترتيب ال 12، يمكن هم بس خلال الموسم الماضي انهوا في المركز ال 12 في الدوري بالظبط الدوري الجزائري، خلال موسم 2022 هو اللي انهوا فيه الدوري في ترتيب المركز الرابع واللي من خلاله تاهلوا لبطوله الكونفدراليه، وبالتالي ان هم حصلوا على بطوله الكونفدراليه. عشان كده زي ما بقول لحضرتك ده ما بيعكس
ان هو المباراه تبقى ضعيفه، ولكن دايما هتبقى فيه نديه موجوده في المباراه، وهنلاقي معدلات جري كبيره جدا موجوده عند نادي اتحاد الجزائر. طيب كنت بناقش طبعا ضيوفنا الكابتن ماهر والكابتن عمرو الحديدي في شكل اللي بيلعبوا بيه، هل الشكل ده هيتغير بخروج 14 لاعب وقدوم 12 لاعب جديد؟ رقم كبير بالنسبه لتجديد الدماء داخل فرقه واحده، تفتكر ده هيأثر عليهم بشكل خططي داخل الملعب، ولا هيكون شيء ايجابي بالنسبه لهم لعيبه جديده داخله بتلاعب النادي الاهلي في مباراه بطوله السوبر الافريقي؟ صعب جدا التوقع في حته ان هم هيلعبوا بطريقه عامله ازاي، ولكن ما دام المدير الفني لسه موجود وفي بعض الاعمده الاساسيه اللي موجوده في الفريق، فاعتقد مش شكل كبير هيتغير، ولكن طبعا هم عارفين ان هو بيلعب بطريقه 4-2-3-1 وبعض الاحيان بيلعب 4-3-3، المين فورميشن موجوده، ولكن طريقه اللعب اللي هي الاساسيه اللي بيلعب بيها حته الضغط من بدايه المباراه، السرعات اللي بتبقى موجوده من الاطراف. طب اشرح لنا كده برضو يعني عندك ايه محضر لنا على مستوى الارقام؟ خلينا في البدايه نستعرض ارقام طبعا المدير الفني طبعا عبد الحق بن شيخه، طبعا هو المدير الفني اللي احرز معاهم بطوله الكونفدراليه، وطبعا هو ليه باع كبير وعنده خبره كبيره في افريقيا، لان هو لاعب طبعا سنه 59 سنه، لعب معاهم 29 مباراه، فاز في 11 مباراه، تعادل في 6 والهزيمه كانت في 12 مباراه، احرز 34 هدف وعليه 28 هدف، طبعا احرز بطوله وحيده وهي بطوله الكونفدراليه مع الفريق الاتحاد العاصمه الجزائري. زي ما بقول لحضرتك ممكن نستشف حته ان 34 هدف و28 هدف ما بنقولش ان هو عنده معدل تهديفي عالي قوي، برضه نفس الكلام دخل مرمى 28 هدف خلال ال 29 مباراه برضه معدل كبير، فبنتكلم برضه ان هم عندهم الحته الدفاعيه مش صلده، ما بنتكلمش في دفاع هيبقى في كومباكت هيتعب النادي الاهلي، ولكن برضه زي ما بقول لحضرتك ان مشكله المباراه اللي هي بتبقى وحيده او بنتكلم على بطوله من خلال مباراه ما تقدرش تبني بقدر كبير على الارقام اللي موجوده قدامك، لان الفريق هينزل من بدايه المباراه قدامه 90 دقيقه هيحرز بطوله، فهتلاقي الدوافع النفسيه هي بتضغط على المباراه. الماتش ده الماتش ببطوله ليه معايير مختلفه غير الارقام، يعني الاحصائيات ممكن خدها على أدائه ممكن يكون خلال الدوري خلال بطولة كبيرة أو مباريات كثيرة، لكن أنا بتفق معك تماما المباراة يعني. طب الشكل بقى يعني كلمنا على شكلهم الفني عامل إزاي، أنت من خلال كلامك قلت بيلعبوا 4-2-3-1 بالظبط، هل 4-2-3-1 دي ده الأساس بالنسبة لهم، ده الفورميشن الاساسي للفرقه؟ خلينا نستعرض بعض الارقام التحليليه بعيدا بقى عن مشوارهم في الكونفدراليه، ممكن نستعرض الجدول الخاص بالمعدل العام التحليلي خلال بطوله الكونفدراليه اللي لعبوها، هم لعبوا 16 مباراه في بطوله الكونفدراليه، فخلال ال 16 مباراه قدرنا نطلع بمجموعه من الارقام، ده المعدل العام التحليلي خلال ال 16 مباراه في الكونفدراليه. كان معدل استحواذهم 49 ومعدل التمريرات 301 تمرين، طب ده بالنسبه في عرف النواحي التحليليه يعتبر معدل منخفض صحيح، ولكن ده كان رقم خادع لما جينا نترجم الارقام دي على الفيديوهات وبدأنا نتفرج عليها، لقينا ان هم عندهم البيلد اب بتاعهم بيعملوا باكثر من بطريقه من رائعه، بيبتدوا ان هم بيبنوا الهجمه من بدايه من عند حارس المرمى او من الاثنين سيرد باكين، بيطلعوا بالهجمه بالبيلد اب بتاعهم بيكون هايل جدا. هتشرح لنا ده كمان بالفيديو؟ بالظبط، يا ريت نتفرج على الفيديو الخاص ببناء الهجمه، زي ما بنقول ان هو ما بيعكس الانخفاض في معدل الاستحواذ. ما اللي بيشوف بمعدل الاستحواذ بيقول لك 49% دي ناس بتعتمد على الكره الطويله او الكاونتر اتاك بالزبط. وبالتالي ما فيش استحواذ في وسط الملعب، لكن انت محضر فيديو بالظبط بتختلف على النواحي الفعليه كويس يعني. بالظبط، لو جينا اتفرجنا على فعليا بقى جوه ارض الملعب هنلاقي ان هم بيبنوا الهجمه من اثنين سيرد باكين، بيطلع بالهجمه حتى في وسط ضغط، بيبتدي ان اللعيب دي طبعا دي كان خلال مباراه اسك في الدور التمهيدي. لا اسك بالظبط، هنا هجمه على طبعا اللابس احمر هو اتحاد العاصمه، في هجمه عليه يبتدي يقطع الكوره ويبني الهجمه يطلع بيها من السيرد باك يبتدي يسلمها، بعد كده السرعات بقى هنا بنتكلم في السرعات في المساحات الفاضيه، مجرد ما بيستلم الكوره بيطلع بيها عادي خالص. في انتشار كويس للفرقه، يعني الفرقه وسعت المساحات بشكل كويس، شفنا كمان الباك يمين هناك فتح الملعب في سرعات زي ما نفس الكلام، باك ليفت اخذ سرعته خالص صحيح براحته، وبعد كده بيعمل الكره العرضيه، الكره طبعا هنا جت في العرض وكان في سوء توفيق، كره جت في العرض مره ثانيه. نستشف من بعيدا عن الكره جت في العارضه الخروج بالكوره حتى في وسط الضغط العالي اللي مارسوا عليه اسك، دي برده نفس الكوره في حاله برده عمليه البيلد اب والتحضير من تحت يعني. على الرغم ان زي ما بنقول ان الرقم بيعكس ان استحواذهم 49%، ولكن بيطلعوا بالكوره كويس جدا، بيلاقوا بعض الاجنحه بتلاقي بعض، عندنا الاثنين سيرت الارتكاز في نص الملعب بينزلوا يبنوا الهجمه يبتدي ينقل الكوره. لعيبه كوره كويسه يعني بالظبط، بتطلع بالكوره ما بيعملش الكوره طوليه يعني ما بيخسروش الكوره بسرعه، عندهم صبر شويه، بعدين الكره ديت الكره البينيه يعني بالزبط. الكره اللي بتقطع بيها خط مثلا خط الوسط بيتقطع بباصه واحده، ده برضه يعمل كره خطيره في الاخر. ده كده يمكن بخصوص البيلد اب بتاعهم، زي ما قلنا ان عندهم البيلد اب كويس جدا.
نفس الكلام لو جينا بصينا بعد كده بعد عمليه البيلد اب ممكن نشوف بقى المين فورميشن بتاعتهم، جبناها برضو من اكثر من حاله موجوده داخل. يا ريت بس واضح كمان هنا احمد ان الاطراف طالعه، يعني الباك الشمال طالع بشكل كويس، الباك اليمين بيتقدم، فمعتمدين بشكل كويس على الاجنبي يعني. بالظبط بالنسبه للجبهه اليمنى والجبهه اليسرى ما بيعتمدش فقط على العرضيات، ولكن الاختراقات فعلا بتتم من الجبهه اليمنى واليسرى وسرعات عاليه جدا، ومجرد ان اللعيب ما بيعمل الباس بتاعه بيبتدي يتحرك تمام. الجهه المساحه الفاضيه وبسرعات عاليه كمان. دي طبعا المين فورميشن بتاعتهم، دي برده كان خلال المباراه النهائيه بيلعبوا ب 4-2-3-1. برده الصوره اللي بعديها برده من نفس الكلام، المباراه النهائيه برده 4-2-3-1. طبعا لعبوا مباراتين نهائيتين سواء الذهاب او العوده، دي كانت في موجوده طبعا في الجزائر 4-2-3. واضح انتشارهم كويس حتى على مستوى الانتشار العرضي والطولي بالظبط، واخدين يعني مطين الملعب بشكل كويس بالعرضي. يعني عندك الاجنحه واقفه بشكل كويس، الراجل 10 دوت اللي قدام او اللي تحت راس الحربه بيحاول يظهر، اتنين ديفندر واقفين قدام السردباكين طالما لسه الامور في نص ملعبهم. كتمركز في الملعب اكثر من رائع طبعا، تمركز كويس بالظبط. ده كده بالنسبه للمين فورميشن، وشفنا ازاي ان هم بيعملوا البيلد اب بتاعهم. ممكن نبص بعد كده بقى على نقاط القوه عندهم بالنسبه للعيبه. لو بصينا على ابرز الهدافين عندهم، ده بالنسبه للهدف ليه، بالنسبه عندنا الهدف الخاص بخالد بوسوليو طبعا، ده يعتبر الرايت وينجر عندهم، سريع جدا، عنده فينش هايل بالنسبه للكوره، ده احد اهدافه. دي كانت كوره طبعا اتقطعت بعد كده بيستفيد من سبرنت جامد، سبرنت عالي جدا، وبدا يقطع الكوره. لو شفنا الصوره اللي بعديها بتوضح حاجه مهمه جدا عندنا، يبتدي ياخد الكوره ويقطع بيها على ال 18، وكان عنده اكثر من حل، ولكن هو اختار اصعب حل انه يفنش الكوره، عملها تشيب باس من فوق الحارس المرمى، كانت كوره طبعا هدف رائع جدا. نشوف الصوره اللي بعديها وازاي ان هو كان ممكن يعمل اكثر من حل، يعمل كوره بالعرض او يفنشها من تحت حارس المرمى، ولكن هو عمل تشيب باس، عنده هدوء ودخل ال 18 بعد سرعه بعد سبرنت كبير، وقدر يفنش بشكل كويس يعني. بالظبط. خالد بصوري طبعا احد الاجنحه واللي لسه طبعا موجود، ما مشاش مع ال 14 لعيبه او التغييرات اللي حصلت. لو جينا بصينا على البروفايل ده من اللعيبه الموجوده يعني، اللي موجوده طبعا بالظبط. يا ريت نستعرض البروفايل او الارقام الخاصه بخالد بصوري، طبعا هنلاقي ان هو لعب اربع، طبعا هو لعب عندنا في احرز اربع اهداف، ده من افضل اللعيبه الموجوده اللي هو الرايت وينج بتاع الاتحاد العاصمه، والباك رايت برضو نفس الكلام، والباك رايت نفس الكلام. يعني عندهم الجبهه اليمين جبهه مميزه سواء من النواحي الدفاعيه او الهجوميه، او الناحيه الهجوميه. طبعا هو لعب في 11 مشاركه خلال طبعا الكونفدراليه، احرز اربع اهداف، صنع هدف، محاولات على المرمى 14. هو اللي يهمني محاولات كبيره، الفينش بتاعه، الفينش بتاعه هايل جدا، اربع اهداف، حتى بيفنشها بطريقه صعبه، ما بيلجاش حتى للطريقه السهله، لا هو عنده فنيات في حته الفينش على المرمى. نفس الكلام لو جينا استعرضنا الارقام الخاصه بالباك رايت بتاع اللي هو سعيد، عندنا برضو لاعب عندنا احرز، لو جينا استعرضنا ارقامه هنلاقي اللي هو سعيد رضواني، هنلاقي ان هو شارك في 12 مباراه، احرز هدفين، صنع 3 اهداف. طب صنع 3 اهداف معدل جيد بالنسبه لباك يمين يعني، بيطلع وبيوصل، بيعمل كروس، بيعمل اسيست كويس. فانت من كلامك بتقول ان الجبهه اليمنى عندهم جبهه مميزه جدا. بالظبط. يعني النهارده بنتكلم برضو النقطه المهمه ان الجبهه اليمنى دي تبقى ناحيه علي معلول، علي معلول، فلازم طبعا يكون في دور دفاعي بالنسبه سواء لمروان. انا برضو هناقش الكباتن في النقطه ديت، انت برضو بتدينا ارقام معينه بتدل على، وعندك لعيب كويس بيلعب جناح يمين كمان باك يمين كويس، فبالتالي الجبهه اليمنى ممكن تشكل خطوره حتى يعني. هم الاثنين فعلا عاملين دويتو. لو جينا استعرضنا اخر حاله، يلا اخر حاله فنيه موجوده عندنا في بالنسبه للهدف لخالد بسوليو، عاندين ان هم عاملين جبهه مع بعض، بيعملوا 1 2 مع بعض، بيعملوا تحركات لقلب الملعب. ممكن يا ريت نستعرض اخر حاله من الصور الفنيه الخاصه بالهدف لاتحاد العاصمه، هنلاقي ان هو هنا خالد بسوليو طبعا على الرغم ان هو رايت وينجر، ولكن داخل لنص الملعب اللي هو اللي عليه السبوت اللايت دوت، هو ده الرايت وينج. اوكي بالظبط. وبيبتدي يفتح المساحه للباك رايت اللي هو سعيد رضواني، اللي هو بيشاور بايديه ده. بالظبط كده، بيطلب الكوره سعيد رضواني، ده الباك رايت بتاعهم، هياخد المساحه ويبتدي تتلعب له الكوره البينيه، يستلمها طبعا باريحيه طبعا. وشايفين هنا اللاعب اللي عليه السبوت اللي هو خالد بسوري بيبتدي يخش كمهاجم، يخش بقى كراس حربه خلاص. بالزبط. هو جناح دخل لجوه وطلع الباك، وهو اللي استلم كمان جوه ده. بالظبط، استلم الكره وبيفنشها طبعا، كان احد الاهداف برضو. هنا بنتكلم على جبهه قويه ما بين خالد وما بين سعيد الجبهه اليمنى، عشان كده بنقول ان لازم جبهه علي معلول يبقى في ادوار دفاعيه يبتدي ايه يقفلوا الجبهه دي عندهم. تمام. اخر حاجه طبعا عايز اسالك، يعني انت شايف المباراه ازاي يعني على المستوى التكتيكي؟ النادي الاهلي راجع من معسكر والناس كلها جاهزه، الناس كلها مستنيه، شايف ايه اللي مهم جدا النادي الاهلي يعمله في المباراه دي؟ طبعا المعسكر ده احنا كنا يمكن يعني من سنين ما شفناش الاهلي يعمل معسكرات نتيجه ضغط المباريات، كنا دايما بنشوف الاهلي بيطلع ازاي، بيطلع على انجلترا بيعمل معسكر، على المانيا، على هولندا بيعمل معسكرات، ويمكن من سنين ما شفناهاش. ولكن طبعا اي معسكر بيبقى ليه
ادوار كلها ايجابيه، سواء حتى تجديد الدوافع. انت النهارده جاي الفرقه جايه راجعه من 5 بطولات، ممكن يبقى في انخفاض في الدوافع طبعًا. المعسكر بيساعد ان انت تعمل تجديد للدوافع. النهارده بتعرف على اللعيبه، بنشوف امام عاشور ازاي احرز وعمل اسيست موجود في المعسكر، بيتعرف طبعا على الصفقات الجديده، واكيد هيكون ليها دور بشكل كبير. طبعا المعسكر هيكون ليه ايجابيات كبيره جدا هتنعكس على الفريق. ويمكن المباراه ديت انا يهمني دايما اول 10 دقائق يكون انت عندك القدره ان انت تعمل نقل للكره بشكل كبير، ما يكون عندكش فقد او ميس باس كتير في اول 10 دقائق، بحيث تكسب الثقه، وده يبتدي ان انت تضغط على المنافس بشكل، عشان هو اكيد هيعمل ضغط عالي، او ده اسلوبه اللي احنا عارفينه. فحته انت تلقن الكوره، ما يكونش عندك ميس باس، ده بيساعد ان انت تكسب الكوره في ملعبك ويبقى عندك ثقه للعيبه. دكتور بنشكرك شكرا جزيلا، دايما بتنورنا وبتسعدنا. دكتور احمد بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن هاني، دايما بتشرف بتواجد مع حضرتك. شكرا ليك. ونطلع لفاصل سريع ونستكمل حوارنا الرائع مع كباتننا الكبار الكابتن ماهر همام والكابتن عمرو الحديدي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. كابتن ماهر، دكتور احمد بيومي الحقيقه قدم فقره رائعه، عرفنا على الشكل العام لفريق اتحاد العاصمه الجزائري. شايف من خلال كلامه وخاصة من ناحية الجبهة اليمنى، هو قال إن الجبهة اليمنى جبهة قوية جدا والمفروض إن احنا نعمل حسابها، دي نقطة. النقطة الثانية عملية البيلدينج أب، يعملوا بيلدينج أب بشكل كويس وبيطلعوا عندهم سرعات كويسة. إزاي نشتغل على الجزئية ديت من خلال، يعني إن شاء الله من خلال المباراة؟ هو واضح طبعا ان يعني طريقه اللعب وقرب الخطوط الثلاثه داخل الملعب ده بياكد ان عندهم انتشار جيد، وده بيفرق معاهم بشكل كبير، يعني يفرق صحيح في الجيم. النقطه الثانيه، بدايه الهجمه في الحاله الهجوميه بتبتدي من تحت عن طريق الاثنين المساكين، وبعدين بيبقى الباكين بيبداوا يفردوا للامام. مساكين عندهم كوره، يعني بدايه الهجمه بيعرفوا يطلعوا ويبنوا لبره او بيسلموا نص الملعب، نص الملعب نفس الكلام بيبدا يربط مع المهاجمين في خلق المساحه، بتبدا سرعات من على الاطراف. لكن احنا ما شفناش يعني الحته بتاعت العمق الهجومي، يعني ما شفناش راس حربه افريقي قوي سريع محطه بيقدروا يعتمدوا عليها. برضك لما يبقى عندك انت فرقه عندها جبهه فيها باك وجناح ده مش كافي، يعني مميزين. وعلى فكره ايمن محيوس النجم اللي هو المهاجم بتاعهم راح سويسرا، اتنقل لسويسرا، وبالتالي ممكن يكون عندهم مشكله في الجزء بالظبط، بيفرق بشكل كبير لان هو كان طويل القامه وبيجيد العاب الهواء، ويمكن معظم الاهداف اللي كان بيحرزها لهم طبعا احترافه في سويسرا اكيد هيبقى اثر على التيم. لكن هم باين عندهم حوالي يمكن لاعب، خلينا نتعرف. يمكن فريق الاعدادي عمرو محضر كمان الناس، يعني لسته كبيره تقريبا 14 لعيب رحلوا عن فريق اتحاد العاصمه، ولكن كمان في 12 وافد جديد. ممكن برضو نستعرض الاسماء ونشوف، لان في لعيبه انت بتكلمني يا عمرو في لعيبه مميزه خاصه في وسط الملعب، في لعيب من مالي في وسط الملعب، دي طبعا اللعيبه يمكن دول الوافدين الجدد على فريق اتحاد العاصمه. يعني واضح في اتنين من مالي، وانت قلت لي اكيد اليو ديانج عارفهم طبعا في الوقت يا كابتن اللي هو كان عنده الهافين بيشتغلوا بعد ما بيحصل التحضير من خط الظهر لنص الملعب، كانوا بيزيدوا باستمرار ما عندهمش اللي هو رقم 6، فابتدى يفكر في ديفندر افريقي يعمل الربط ما بين الزيادات اللي بتحصل من نص الملعب والربط ما بين خط الظهر والحته الهجوميه. افتكر اسمه سيكو يا هادي بالظبط، في راس حربه كمان سنتر فورورد كانوا دوت برضه من مالي، عبد الله كانوا لعيب برضه اعتقد لعيب مميز جدا. ده اللي جه مكان ايمن محيوس. دول 14 لعيب غدروا، يعني على راسهم طبعا ايمن محيوس، ده طب راح في سويسرا وكان من اللعيبه يمكن راس حربه مميز على مستوى الطول، على مستوى التهديف، طوله 180 ضربات الراس يعني هو جوه الصندوق يا كابتن، جوه الصندوق لعيب كويس قوي. ده كانوا بيبنوا عليه هاني بالظبط زي ما انت اتكلمت عمرو، اتكلم على كور ثابته، فاكيد كان محيوس ده مهاجم بيبنوا عليه بشكل كبير جدا هاني، الحاجات الثابته، لان برضك عنصر الطول بيفرق بشكل كبير، والحمد لله انه مشي، لان احنا برضك بيفرق معانا. طبعا بيفرق معاك الطول، يعني الطول جوه 18 كرات الثابته بتفرق معاك جدا. طبعا دي حاجه بيعتمدوا عليها في التكتيك بشكل كبير. ممكن نرجع يا كابتن ماهر، حضرتك موجود اهو، نرجع وبعدين ترجع تاني. لا ما نلحقش بقى يرجع، نتمنى ما يرجعش. هو في الوقت يا كابتن، يمكن حضرتك وانت بتبص على المواقف الثابته اللي ليهم اللي بيشغل بيها خالد بوسيليو كلها فرديه،
يعني ال 14 لعيب دول غادروا من شهر ونص بالظبط، من 48 يوم، وفود 12 لاعب معظمهم من الدوري الجزائري والدوري المالي جم من 3 اسابيع بالظبط. يعني في حساباتنا احنا كمدربين الروح الانسجام قليله. طيب خلي بالك مع مدير فني عنده خبرات، لان مدير فني كمان فريق الاعداد كمان عنده سي في كويس قوي، عنده انتقالات، لعب او درب انديه كبيره على مستوى المغرب، على مستوى تونس، على مستوى الجزائر، ممكن تكون عنده الحته ديت عنده مميزه جدا، انه ممكن يعرف في فتره يلم بسرعه، فتره قليله ممكن يلم، يعمل التجانس بسرعه، يلم المجموعه بشكل كويس ويشكل. وانت قلت لي عمرو تقريبا كل الوافدين دول تقريبا من 3 اسابيع بس. هو كابتن حته الانسجام دي بتبقى شطاره مدير فني وجهازه المعاون يقدر يحصل ده، بنقول عليه الكولر. في الفتره اللي جه فيها قعد بالظبط في مصر 14 يوم والناس اتكلمت، لعب مباراه السوبر اللي احرز فيها الهدف في مباراه الزمالك برونو سافيو. في الوقت ده التجانس والروح والمعايشه مع اللعيبه واليوم الطويل ده مش هنشوفه كتير مع مدربين ناجحين في الحته دي. في مدارس مختلفه بتعرف تعمل الانسجام ده كابتن هاني، اذا كان طبعا السي في او الترانسفير بتاع المدير الفني لاتحاد العاصمه الجزائري متشاف فيه انديه كبيره، يعني درب انديه كبيره حتى على مستوى المنتخبات، منتخب الجزائر تحت 17، ودرب الرجاء المغربي، ودرب كمان الاتحاد، عنده تجارب الحقيقه، وعنده منتخب الجزائر الاول برضه كان في فتره كان هو المدير الفني، منتخب التونسي، الحقيقه خبرات. وده شيء يمكن زي ما بقول لك دي طبعا البطولات اللي حصل عليها، لكن خلينا نتكلم على برضه خلي بالك 12 يوم او اسبوعين وعندك 12 لعيب جديد، ممكن جدا يكون لو احنا دوسنا في الحته ديت ممكن تكون عامل سلبي بالنسبه لهم، مفيش شك يعني. يمكن الدكتور احمد بيهم كان بيقول لحضرتك وهم شغالين بيشتغلوا 4-3-3 وبعد كده 4-2-3-1، هم قال الفورميشن 4-2-3-1 بالظبط. ان انا هقيس برضو زي ما هجس النبض في ال10 دقائق، هو مدير فني بيذاكر وكولر بيذاكر، بس يا كابتن هاني الضغط اللي من الاول اللي قال عليه الدكتور احمد اعتقد ان هيبقى في ملعب بره وفي السعوديه هيحصل تراجع شويه، هيشوف النادي الاهلي بيعمل ايه. هو 90% بدل درب الوداد وكل الفرق اللي اشتغل معاها شمال افريقيا، عارف ان النادي الاهلي بيشتغل بالتحضير ودي احد اساسياته، اذا كان التحضير من عند ياسر او من عبد المنعم او الشناوي، عارف ان الاهلي بيطلع تقارب او تدفئة الخطوط مع بعض. بص الوحشين دول برضو الصوره اللي فاتت فيه وحشين، واحد منهم راس واحد لسه معدي الملعب. ارجع لنا بالصوره اللي قبليها ديت تشوف الفرقه دول، يعني واضح. خلي بالك مهم جدا يكون عندك يعني عندك اجسام قويه وناس عندها قوه بدنيه كبيره، بتفرق حتى لو كورتهم قليله بتفرق. كان الكلام يعني كله في ماتش الوداد صامبو من اول لما مشينا من ماتش اللي هنا لغايه الماتش اللي هناك. قال لك تكوينه الجسماني ووقفوا على الكوره، بيوقفوا على الكوره الناس بتفهم، ما مش بقف على الكوره، لا بقف جنب الكوره بشتغل بيها، محطه تقدر تشتغل من تحتيه كذا لاعب. بص يا كابتن ماهر الاثنين طبعا الافارقه دول هم شطار كمان في اختيارهم للعيبه الافارقه، يعني شمال افريقيا عندهم نظره هاني بشكل كبير جدا، وبيجيبوا لعيبه وباقل الاسعار وبيفرقوا معاهم بشكل كبير بصراحه الفتره اللي فاتت دي، فهم عندهم خبره. خلي بالك يعني خلي بالك في نقطه مهمه برضو كابتن مالي، بيتكلموا فرنساوي والجزائر معظمهم بيتكلم فرنساوي، فما عندوش مشكله انه يخش على طول يتعايا مع اللعيبه، خلاص بيعرف يتكلم مع المدير الفني بيتكلم، يعني عمليه جزء كبير بيبقى مسهل له الموضوع في الدخول والانسجام، بتبقى بالنسبه له سهله جدا يعني. طبعا لكن هو هاني بيحترمك جدا وخاف منك جدا، طبعا عارف قيمه النادي الاهلي، عارف بص العاب الهواء ده اللي احنا بنقول عليه، يعني العاب الهواء واضح قوي ان الراجل طالع مترينو فوق وبياخدها كمان ده مع الوداد. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نعمل حسابها بشكل كبير، يعني احنا اتكلمنا على الجبهه اليمين عندهم، كان دي ماتش ودي كانوا بيلعبوه كسبوا 2-1. ازاي نقفل الجبهه اليمين، الخطر اللي عندهم مهم جدا. عايزين نتكلم على دي. عايزين نتكلم على الشكل العام. يعني عمرو قال جزء معين، قال انه ممكن يبدا بامام. حضرتك كابتن ماهر قلت من مش من الافضل ولكن وارد جدا انه يبدا بنفس الثلاثه اللي في نص الملعب بوجود قفشه، قلت بوجود قفشه عشان ممكن قفشه يبقى هو لو عايز يعمل استحواذ يكون موجود بالزبط. طيب بالنسبه للجبهه اليسرى نتكلم على دلوقتي، هل علي معلول قدامه رضا سليم حسين الشحات؟ رضا سليم ممكن يكون ورقه بره، الشكل هيكون ازاي تقريبا؟ يعني من وجهه نظرك يا كابتن هاني، علي امام حسين
مين علي امام حسين ده؟ علي معلول، امام عاشور، حسين الشحات. حلو كده. لا مش اسم. ايوه. مش لعيب جديد. اكيد يعني. علي امام عاشور ما موجود. لا علي معلول ماشي. امام عاشور وحسين الشحات. الربط اللي ما بين حسين وما بين علي معلول، التجانس هيبقى سهل للامام، هيبقى صعب على رضا سليم، بس بعد بدايه المباراه ونخش في اجواء المباراه والاهلي يحقق المطلوب، يبقى نزول رضا سليم للرؤيه اثناء مشاهدته على الشوط الاولاني هيبقى الموضوع سهل. عبد القادر هيبقى الموضوع سهل مع علي معلول. مش هجيب حد لسه يحصل الربط منه في فتره الاعداد ال 14 يوم ما بين رضا سليم. رضا بيجي الحته الهجوميه ناحيه اليمين اكتر، واحنا عندنا الحته صحيح. دي بيرستاو يعني خلاص بقى في دويتو ما بينه وما بين محمد هاني، جنوب افريقيا مع مالي، الثلاثه بيعملوا اللامركزيه، هاني بيزيد والوديانج بيزيد، المهام اللي الراجل اداها لهم في وجود مروان خلاص الموضوع مفيهوش صعوبه. وزي ما الكابتن ماهر همام قال، لو قفشه يبقى انا عشان اعرف احسن واحد يستلم ويشتغل لي باصير يوصل لي للجون بسرعه، اذا كانت في وجود حسين، اذا كانت في وجود بيرستوف، اذا كانت في وجود كهربا، دي هتبقى الموضوع اسهل بكتير. طبعا في المباراه اللي يمكن الصور اللي شايفينها دي، المباراه الوديه اللي اقامها النادي الاهلي امام فريق طبعا من سلوفينيا، شفنا كمان كريم ندفي. ما اتكلمناش على كريم ندفي وممكن تكون ادواره ايه، لان كريم كمان قدم موسم كويس مع فيوتشر، واضافه اعتقد هتكون اضافه كويسه، او نقدر نقول ورقه حلوه قوي في نص الملعب بالنسبه لنا ممكن نستفيد منها. الفتره اللي رجوع كريم وصلاح، الراجل شاف يعني ياسين ميكيري في تحليله الاداء للوافدين، موضوع سهل بالنسبه للراجل، حتى من ضمن ادواته وجود الكاميرا اللي بتجيب كل اللقطات داخل الملعب لتحليل اداء الفرقه دفاعيا وهجوميا، الخصم عشان تحولها نقطه قوه بالنسبه لك تبقى نقطه ضعف للفرقه اللي قدامك. يمكن يا كابتن هاني قلت لحضرتك قبل كده، ريال مدريد وصل بيها فتره معينه كانت بتذاكر ليفربول انها جايبه مدرب معين لرميه التماس، وديفيد انشيلوتي ابن انشيلوتي حول الموضوع من رميه التماس الايجابيه لليفربول لنقطه ضعف ريال مدريد، كسب فيها ليفربول 2-0 ساعتها بالاسلوب ده. ويمكن الكابتن جوهر رحمه الله عليه كان بيبقى رميه التماس للكابتن جمال عبد الحميد ليها عامل كان معين، بيعمل جمله بالظبط كده. دلوقتي اللي احنا شايفينه الهدوء والتجانس في وجود وافد او اتنين وجودهم في الملعب، هتلاقي البدايه 10 اساسيين، واحد مش غريب على الكره المصريه زي امام عاشور في دخوله مع لعيبه النادي الاهلي. والتجانس يا هاني بالنسبه للجانب الدفاعي مهم جدا، لان انت عندك مروان ناحيه اليمين وعندك ديانج ناحيه الشمال، بيخدموا الجبهه بتاعتهم في الحاله الدفاعيه. يعني احنا بنتكلم على ان قوه اتحاد العاصمه هتبقى من ناحيه اليمين بالظبط كده، الباك والجناح. فانت النهارده الشحات بقى عنده الادوار الدفاعيه اللي بيساند فيها علي معلول. في نفس الوقت وجود ديانج كمان عنده من الرؤيه وعنده من الدرايه وعنده من التوقع، حتى لو الاثنين مهاجمين ديانج اوريدي بيبدا يميل بالزبط ناحيتهم بشكل كبير، وده من ضمن التجانس اللي احنا اتكلمنا عليه. وضمن انا كمان خلينا نتكلم كمان لو بنتكلم عندهم ناحيه اليمين مميزه جدا، فاحنا ممكن كمان نستغل دوت القصه دي في عمليات لو بنستخدم الترانزيشن السريع او التحول السريع اللي بيمتاز بيه النادي الاهلي، التحول السريع من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، ان احنا ممكن جدا وارد جدا ان احنا ندي ادوار شويه لمروان او ديانج، ونخلي حسين الشحات شويه في نص الملعب علشان لو نقدر نطلع من خلاله يبقى قريبين جدا من الكاونتر اتاك. زي ما بتكلم في فتره من الفترات، خلي بالك النادي الاهلي مش متعود على الكاونتر اتاك، لكن في اجزاء من المباراه بتحتاج فيها انك تطلع بسرعه جدا وتعمل كاونتر اتاك وتقدر تسجل منها. فممكن من الرؤى برضو اللي ممكن تكون موجوده ان نعطل شويه حسين الشحات في نص الملعب، والادوار الدفاعيه ممكن مروان يميل اكتر شويه او اليو يميل شويه مع علي معلول، على اساس لو قطعنا الكره دي يبقى حسين حتى بتاعت فينيسيوس، عارف فينيسيوس بتاع ريال مدريد. يعني النهارده كابتن هاني مروان نجح الشغل ما بين حمدي فتحي ومحمود حماده وعمر مرموش ومصطفى فتحي، الحته الزياده خلاص مروان عطيه بقى المسمار رقم 4، موجود الديفندر بيلعب رقم 6 يقدر يعمل الربط ده. الحته بقى اللي حضرتك بتتكلم عليها بقت سهله لحسين الشحات يشتغل اللامركزيه من بره لجوه، بقت عنده حريه الراجل، حته التدوير اللي بيعملها يدي حسين الشحات ناحيه الشمال ويودي بيرستاو ويعكس مديله مساحه لده. لو امام بدا
هيبقى الموضوع سهل. امام بيحب يشتغل من ناحيه الشمال، يعرف يعمل ربط ما بينه وما بين حسين في وجود علي معلول، يشتغل من تحت كهربا، يشتغل مع بيرستا ومحمد هاني والو ديانج. خلاص لعيبه النادي الاهلي بقى فيها اربع خمس لعيبه في الحته الهجوميه، بقت الحته الدفاعيه مروان يقدر يقفلها بالربط ما بين علي معلول ومحمد هاني. باخد رايك في جزئيه الراس الحربه، هل نبدا بصلاح ولا كهربا؟ ممكن برضو في ناس تقول لك نبدا بكهربا، وفي جزء تاني يقول لك لا ماشي ممكن ندي صلاح محسن من البدايه. كابتن ماهر رايك ايه؟ زي ما قلت لك هاني، هو هيعتمد على يعني اللعيبه اللي عندها خبرات، يعني كهربا والوقت المناسب اللي يساعد صلاح. لازم يكون الفرقه واقفه على حيلها، كسبانين، اللعيبه بتادي بشكل جيد، يبدا صلاح ياخد جزء من المباراه بشكل كبير. عايز اقول لك كمان الاستحواذ يا هاني، احنا بقالنا فتره استحواذ النادي الاهلي في نص ملعب الخصم وصل يمكن ل 14 15 نقله، صح؟ فدي برضك من ضمن الحاجات، وبعدين الثغره بتبدا تتفتح بيتحط فيها، فدي برضك من ضمن الحاجات اللي احنا بنقتل بيها الفرق. طب ممكن نشوف الشكل، ممكن كهربا وصلاح، لان صلاح انا كمان في رايي صلاح بيلعب 9 ونص كويس قوي. ماشي. يعني صلاح ممكن يجي من تحت كهربا، ممكن كهربا هو التارجت سترايكر زي ما بيقولوا، وكهربا بيلعب 9، يعني الاثنين ممكن يلعبوا 9 ونص، واحد جوه وواحد تحتيه. ممكن نشوف الشكل ده في جزء من المباراه، او لو عندنا لا قدر الله مثلا متاخرين بحاجه ممكن نزق الاثنين مع بعض. مش غريبه على كولر، عملها مع احمد عبد القادر وكهربا، خلى كهربا صريح في ماتش الهلال، وخلى احمد عبد القادر يجي اللي هو السترايكر الخفي اللي مش ظاهر. بس انا شايف صلاح افضل شويه في الجزئيه دي عشان ثلاث حاجات: سرعته، رؤيته هو جاي صلاح وهو بظهره وهو بيستلم وبيشتغل، عكس ما هو جاي قادم، سرعته وتألقه وتسديداته. هو ده الشكل، لو في سترايكر صريح من نوعيه متعب ومن نوعيه فلافيو وفيليكس، هتلاقي صلاح بالنسبه له الموضوع رؤيته اكتر بكتير قوي. زي ما حضرتك بتقول 9 ونص، انا فيرود صريح رقم 10، و9 ونص ده الحر اللي بيجي يشتغل غير مراقب، بيجي في وقت معين بيعرف يشتغل عليها كويس قوي. كهربا هاني بيجدها بشكل كبير جدا نتيجه خبراته. يعني كهربا من ضمن اللعيبه الجواكر اللي انت بتقدر تستعملها 9 ونص، 10 اطراف، فكهربا خبراته مساعداه بشكل كبير. كمان كهربا لما بيلعب راس حربه بيروح في الاماكن اللي بيجي فيها جول، اللي هي بين السكس يارد وضربه الجزاء. هو مميز في ال 18 الحقيقه، مواصلا في الحته دي، عارف اي حاجات فيها غلطه من المدافعين يقدر هو خلي بالك برضه صلاح مميز جدا في ضربات الراس، دي مش موجوده عند كهربا. فلما يعني يكون عندك واحد بيشيل واحد، الاثنين موجود كهربا، تحركات شويه. المشكله عندنا دي هاني خد بالك بقالنا فتره طبيعي ما عندناش الفرويد اللي بيلعب بدماغه، استفاد الحاجات العرضيه اللي بتيجي من علي معلول ومحمد هاني وحسين وبرستان بشكل كبير جدا. محمد هاني عنده اتقان بشكل كبير جدا في كورسات، فمحتاج المهاجم فعلا اللي يقدر يصطاد الحاجات دي، فصلاح محسن كمان يقدر يجدها بشكل كبير. كمان يا كابتن الربط اللي ما بين تاو وعبد القادر او حسين مع كهربا واضح قوي، في كيمياء، يمكن كيمياء معينه في التحرك بتاع كهربا، زي ما الكابتن ماهر بيقول، رغم ان هو مش سترايكر صريح بس بيعرف ياخد المساحه وبيخلق لنفسه مساحه تبقى ايجابيه في ال 18، اذا كان في التمركز او اذا كان في قطع العارضه القريبه او في التحضير للي جاي. بيرس تاو كانت المسافه بعيده قوي بينه وبين كهربا، بقت دلوقتي الكيمياء بتاعت بيبو زيزو، الحاجات اللي بيبقى فيها الربط ده، حسام وفيليكس متعب وبلال، الحاجات اللي بيبقى فيها ربط ما بين فرودين، مجرد انا بتحرك بالاليه بعرف بقف في المكان اللي بيجي لي فيه الكره. وكهربا ناجح فيها بكل المقاييس، انه خد هداف افريقيا، 6 اهداف في الفتره دي، حاجه كانت صعبه جدا. ايه يعني كمان الكثافه العدديه مهم جدا جدا جدا، احنا بنشوف الكره الاوروبيه الهجمه في الثلث الهجومي كثافه عدديه فيها جراه وشجاعه. على حقيقه شفنا ده في النادي الاهلي الفترات اللي فاتت، النادي الاهلي خلاص حتى بتلاقي السرد باكين بعد خط النص هم اللي موجودين خلاص على الدايره، فوق الدايره كمان بشويه مع تامين شويه، وبنحاول نلعب يعني اتنين بيحضروا بالظبط. ياسر وعبد المنعم صوره واحده، لما تبقى موجود الانتشار سليم، الكره لو راحت هنا هتلاقي، لو راحت هنا هتلاقي، لو راحت على الطرف هتلاقي، لو طلع بره ال 18 هتلاقي ممكن يقدر يصوب. واحنا كمان الحمد لله عندنا لعيبه بتجيد التصويب من خارج ال 18، وكمان هيزودنا فيها كمان امام. بالظبط، يعني احنا عندنا ما شاء الله تشكيله من اللعيبه اللي تقدر تستفاد بيها بشكل كبير جدا في كل المواقف. جيم مقفول عندك اللي يقدر يفتح، عندك تصويبات من خارج ال 18، كور ثابته كمان بينا متقنين فيها بشكل كبير جدا، بنجيب منها اهداف.
يعني كنا الاول بنبقى خايفين من الكور الثابته، لا ان دلوقتي عندنا مدافعين بيقدروا يقضوا على الكور الثابته، الكور الثابته اللي علينا واللي لينا بالظبط، واللي لينا كمان بنقدر محمد عبد المنعم ما شاء الله. انا شايف لسه الكرات الثابته الدفاعيه لازم نتحسن فيها شويه، يعني احنا معتمدين شويه على الشناوي انه يطلع، او يعني انا شايف الجزء بتاع الكور الثابته الدفاعيه بتاعتنا عايزه شغل شويه، الحاجات الخاصه بقى واكيد اشتغلوا عليها يعني اكيد في المعسكر اكيد. كابتن كمان من ضمن المكاسب اما بنفقد الكوره ما بنوصلش الخصم ان ياخد مساحه وينقل نقله الثانيه الثالثه، بيكون القطع في حته الجول دي الحته المهمه جدا بتاعه المان سيتي وبتاعه برشلونه، انك لا هات الكوره مكان ما اتقطعت منها، بمعنى اول ما تتقطع منك الكوره من نفس المكان حاول تضغط وتجيب الكوره ثاني بالظبط. دي كانت موجوده في النادي الاهلي كويس قوي. طيب الشكل الدفاعي بتاعنا على مستوى الدفاع، خلينا نتكلم شويه على الدفاع، اتكلمنا على الخط الهجومي بشكل كويس، خلينا نتكلم على الشكل الدفاعي بتاعنا شويه. اثنين السرد باكين بتوعنا محمد هاني، علي معلول، مروان عبد المنعم طبعا احنا مجرد يا كابتن مجرد ان احنا بنفقد الكره من نص الملعب بيحصل تراجع هاني في مكانه. عايز اتكلم على بعض المشاكل اللي كانت بتواجهنا شويه في اخر ماتشين ثلاثه من الخط الدفاع بتاعنا، كان عندنا شويه في البيلد اب عندنا شويه اخطاء، واحنا بنطلع الكوره مثلا لمروان بتتقطع منه لان في واحد في ظهره شويه، عبد المنعم شويه ثقه شويه فبيعمل ميس باص، الكلام دوت في ماتشات زي دي مش مطلوبه لان الماتش ببطوله طبعا. فالاخطاء زي ما بقول دايما كره القدم بالذات المدافعين في اخطاء صغيره واخطاء كبيره، ممنوع منعا باتا الاخطاء الكبيره، الخطا الكبير اللي هو بيكون كل ما يكون الكوره قرابه من جونك بيكون الخطا كبير يعني. بص يا كابتن في الفترة بتاعت كولر اللي هي الفترة بتاعت المعسكر كان تملي أول لما بنفقد الكرة بنلاقي مروان أقرب واحد لعبد المنعم ولياسر إبراهيم، أو حتى وإحنا بنحضر لو مروان بيستلم بجنبه أو بظهره صحيح. دلوقتي مجرد أما بنفقد الكرة بنلاقي ألو ديانج ومروان، هيدي المهام دي لإمام يبقى التالت بتاعهم، عشان لما تتنقل في الحتة بتاعت الكولتر أتاك في الحتة الهجومية يبقى أنا عندي اللي يغذي التاو ويغذي حسين ويغذي كهربا. الحته الدفاعيه كان مروان تملي لوحده، فعقبال لما بيميل على علي معلول ويرجع من عند علي معلول يروح محمد هاني، بقت ادوار قاسم الملعب بالطول، جزء بيقوم بيه الو ديانج مش زياده باستمرار، هديك المهام دي في وقت معين زي ما شفناها في اخر 10 دقايق في مباراه الزمالك الهدف الرابع اللي عمله محمد شريف، بقت مهام التحفيز في الوقت ده اللي كان بيحفظه كولر ما كانش عنده وقت ان يصحح، المعسكر عمل ده كل القديم عمل له مونتاج وطلع منه الفلتره الاخيره للشكل العام في الحته الدفاعيه، وازاي اتحول من الحته الدفاعيه للحته الهجوميه بقت سهله ما بقتش صعبه. تملي كنا بنشوف علي معلول في العكسيات هيبتدي يصلح دي كتير عشان علي كان بيبقى لوحده، محمد هاني ما بيزيد الو ديانج هيقف عشان بيرستاو، كان الاول محمد هاني ما بيعمل اوفرلاب مع بيرستاو، بيرستاو بيخش لجوه فهاني يبقى طلع على الفاضي، بقت مجبره ان انا ما اعمل اوفرلاب بخرج محمد هاني عشان استفاد من الكره العرضيه. بقت الحته الدفاعيه عند النادي الاهلي اتصلحت، يبقى السلبيات اللي كولر حط عليها نقاط تلاشاها في المعسكر، بقت اتحولت لايجابيات، بقت مهام وتوظيف لعيبه جوه الصندوق، اول ما افقد الكره ده فين وده فين وده فين، واول ما انقل من الدفاع للهجوم اشتغل ازاي وافتح اطراف الملعب. تمام. طب كابتن ماهر تعالوا نتكلم، طبعا انتهت مباراه المنتخب المصري امام منتخب اثيوبيا بفوز منتخب مصر 1-0 لمصطفى فتحي، وكده طبعا احنا 15 نقطه و تأهل رسميا، احنا كده كده تأهلنا قبل المباراة، لكن كان مهم جدا ان احنا ننهي هذه التصفيات بصدارة المجموعة. ألف مبروك لمنتخبنا وان شاء الله كل التوفيق في بطولة افريقيا ساحل العاج 2024. هاخد من ده وعودي طبعا الحمد لله لاعبتنا كلهم سلام، بتكلم على عبد المنعم وهاني ومروان والشناوي ان شاء الله خلاص راجعين ان شاء الله بكرة في تدريبات النادي الاهلي استعدادا للسفر للسعودية. عايزين نتكلم شوية كابتن ماهر على منتخب مصر. منتخب مصر خلال الفترات اللي فاتت مع روي فيتوريا الحقيقه على مستوى النتائج بحقيقه نتائج جيده جدا، لكن على مستوى المباريات الكبيره ما كانش عندنا غير مباراه امام منتخب بلجيكا كانت مباراه وديه. شايف كمان تحضير منتخبنا ورؤيتك لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه؟ هو مستر فيتوريا من اول ما جه هاني يعني مدي ثقه ومدي شفافيه وعداله بالنسبه للتوزيع واختياراته للعيبه اللي بتجتهد في الدوري العام، فالباب مفتوح وهو قال يعني، حتى كمان يمكن العناصر شفنا عناصر كتيره جدا من جميع الانديه مش اهلي وزمالك بس صحيح. يعني لو هنرجع بالزمن اهلي وزمالك بس كان هو قوام الاساسي لمنتخب مصر.
مستر فيتوريا كمان واضح ان راجل متعود مع المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب، والراجل دي برضك من ضمن الحاجات الشخصيه المميزه اللي فيه ان هو عايز يحط الكره المصريه في مكانها الطبيعي، بيتكلم على منتخبات، طالب ان منتخبات جميع الاعمار السنيه تبقى موجوده طوال السنه. بالنسبه شايف انه بيعمل شغل يعني عنده فيجن يعني وعنده بلان بيحاول يطبقه يعني. بالظبط. وبعدين كمان في شغله هو بقى وتخصصه هو مع المنتخب الاول واضح قوي طبعا نتائجه زي ما ذكرت يعني نتائجه ايجابيه، ويمكن يمكن مباراه بلجيكا كانت مباراه بالنسبه لنا مش مفاجاه لكن كانت دافع ان احنا عندنا ان احنا نقدر يعني نقدر نعمل نتائج مع الفرق الكبيره بهذا الشكل. يعني قرعة كاس العالم ووصولنا لكاس الامم الافريقيه بنبارك للمنتخب القومي هتدي له مسؤوليه اكبر ان احنا محتاجين ان احنا في كاس الامم الافريقيه في ساحل العاج احنا ناخد البطوله لان احنا لانه ستيدج مختلف بقى. انت بتلعب يعني مع احترامي كل يعني المجموعه بتاعتنا مع احترامي الفرق كلها كانت يعني فرق متوسطه، لكن الستيدج تاني انت بتتكلم امم افريقيا في 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 فرق كبيره جدا جدا على اعلى مستوى. طيب ماتش تونس كمان من التجارب اللي كلنا مستنيينها، مباراة الودية إن شاء الله يوم الثلاثاء أعتقد هيلعب مع المنتخب التونسي، وكان مهم لأن الماتشين دول أجندة دولية وبالتالي النقاط الفوز بتفرق معانا في التصنيف، بتفرق معانا جدا في التصنيف. شايف يعني مش هكلمك على مباراة أثيوبيا، مباراة كانت يعني مضمونة بشكل كبير، لكن مباراة تونس أنت مستني منها إيه؟ هيكون متواجد محمد صلاح؟ طب محمد صلاح النهارده ما لعبش، وراي فيتوريا طلع قال ده قراري انا قلت ان انا محمد صلاح يريح في مباراه اثيوبيا، نشوف محمد صلاح في مباراه تونس. شايف المباراه ازاي؟ ايه عايزين نطلع بايه من المباراه ديت يعني؟ بس يا كابتن زي ما احنا قلنا كل المباريات اللي اتحطت في جدول المنتخب بشكل ومباراه بلجيكا شكل تاني، يمكن ادائنا وشغل الراجل الجريء اللي انا سميته من اول لما جه روي فيتوريا الجريء اللي عمل معايشه مع كل مدربين منتخب مصر والربط ما بينه وما بين ميكيلي ساعه بطوله الامم لما سافر له في المباراه النهائيه من ماتش المغرب، الراجل عامل حاله يعني اكتشافه مثلا لمحمود حماده بقى راجل عمود اساسي موجود في داخل نص ملعب منتخب مصر، الراجل بيشوف اللعيبه بيعرف يربط ما بين اللعيبه بتاعه المنتخب الاولمبي والمنتخب الكبير. مباراه تونس هي المباراه الحتميه لاداء فيتوريا بالتجانس في الفتره اللي فاتت، ما نرجع ماتش اثيوبيا، نرجع الماتشات اللي اتلعبت بنين ايا كان المسميات اللي اتلعبت، المباراه دي لها شكل. احنا تمام مباراه شمال افريقيا بيبقى ليها طابع معين عند المصريين مختلف عن كل الفرق الثانيه. مش عايز دايما اخش في عمليه ان هو هل دي الاختبار الحقيقي، كلمه اختبار دي مش موجوده لكن ليه. خلينا نقف يعني ممكن تبين لك انت واقف فين بالظبط يعني وصلت لغايه فين، واصل لغايه فين، بقى له قد ايه في مصر لغايه دلوقتي روي فيتوريا داخل على قدوم السنه، سنه تقريبا، السنه دي شغلك في الفتره اللي فاتت والمعسكرات اللي انت عملتها حتى وهي كانت قليله والمباريات اللي انت عملتها وصلت لغايه فين للامكانيات قبل ما تسافر لبطوله امم، هو ده. مش بنقول امكانيات الراجل هنتعرف عليها في مباراه تونس، لا، الشكل العام، التجانس، الربط، الاسلوب، صلاح، مرموش، مصطفى محمد، كل النجوم اللي موجوده على مستوى الاحتراف اعتقد بقوا ملفتين للانظار، عمر مرموش، مصطفى محمد في فرنسا، عمر في المانيا، صلاح في انجلترا، وكانت الشغل الشاغل، حتى الراجل اتعامل مع موضوع صلاح بشكل مختلف. صلاح لغايه امبارح الساعه 12 الناس مستنيه 12 ل 5 صلاح يروح السعوديه، 12 قال لك القائمه قفلت ومفيش قيد. الراجل خرج صلاح تماما من الضغط العصبي اذا كان على السوشيال ميديا او على صلاح او على مدير اعمال صلاح، خلى صلاح يحط في حته تانية، حضره داخل مكتبه بعد عنه كل الاجواء. خلاص وصلاح خلي بالك خد صلاح في الحته دي خد 3 ايام بتوعه بيتفسح في لندن ومنزل على الانستغرام ومع اسرته شويه ريلاكس، يعني حصل بقى نوع من انواع بقى خلاص الهدوء التام. محمد صلاح كان خلاص اوريدي واخد قراره وبالتالي هيجي فريش بشكل تاني. يعني بشكل مختلف بشكل وشكل جديد. اضافي يا كابتن هاني ان هو من اجمد يعني احنا بنقول يا رب يكون من الخمسه الاوائل زي الموسم اللي فات ككره ذهبيه، دي من ضمن الحاجات اللي تخلي صلاح هادي، مجرد انه هيروح الدوري السعودي هتلاقي. طب انت لو جالك جالك 2 مليار في السنه كنت هتروح ولا هتقعد يا عم؟ يا كابتن ده كنت رحت من السنه اللي فاتت. طب خليهم مليار، كنت هتروح برضه من السنه اللي قبلها. طب 500 مليون. ايه رايكم في قرار صلاح؟ يعني كان عندك شك يا كابتن ماهر؟ بص كل الناس خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه ما كانتش عارفه ايه القرار اللي هيتحسم، كل يوم صلاح في جده او خلاص وصلوا لاتفاق او يطلع يورجن كلوب يقول لك لا صلاح موجود. شايف قرار صلاح ازاي؟ وهل
كان قرار صعب بالنسبه له انه يحدد كده، ولا انت كنت شايف هو ده القرار السليم في الوقت ده؟ انا كنت شايف ان قرار عقلاني، يعني صلاح نضج بشكل كبير جدا يعني، وانا شايف ان ده القرار اللي اخده هو ده القرار السليم، قرار رغم الاغراءات الكبيره رغم جدا، يعني الاغراءات والضغوط اللي موجوده، وزي ما احنا اتكلمنا وعمرو وانت اتكلمت على 3 ايام هو طبعا كان في ضغوط كبيره جدا، وراجل فيتوريا انا بحييه طبعا من خلال برنامجك، لان هو استبعده، لان الجانب النفسي عند فيتوريا يهمه جدا اللعيب طبعا يكون في الجانب الارتياحي، ممكن يلعب ولا يقدر يتعور، لان انت عارف صلاح طبعا تليفونات وبين وبين لا وعمل، بس اللي عجبني جدا كابتن في صلاح ساعة الفترة اللي فاتت ان هو كان عادي جدا، كان بينزل الملعب عادي جدا، تحس ان مفيش موضوع يعني فاهمني، تحس ان محمد صلاح حاطط نفسه كده في حتة، يعني الناس في حتة، هو كابتن ماهر موجود وحضرتك موجود، لو صلاح جه في المعسكر كان الحديث هيبقى على ايه؟ انت رايح صلاح ولا مش رايح؟ صح. الصحفيين السوشيال ميديا، لو واحد سمع جمله ملهاش معنى، لو واحد شاف صلاح مستخبي بيتكلم في الجون، اقول لك ده بيتكلم، لو لابس الفانيلا خالص خلاص خلاص هتخرج بره التركيز وهتفرض ده على فريقك، هيحصل على فريقك التراخي ده او التراجع ده. هو صلاح في الوقت ده عزل نفسه، ما حضرتك قلت راح يتفسح في لندن في حته معينه، في نفس الوقت تعامل معاه روي فيتوريا باسلوب راقي ان هو خرجه هو كمان، وكان ممكن على فكره يعني الاتفاق برضو مين قبل كده، محمد صلاح انت عندك الفتره ديت مش لازم تكون متواجد في مباراه اثيوبيا، وبالتالي متفق مش حديثه عليها. دي حاجه مسبقه ومرتبه من بدري، مترتبه من بدري يعني، لكن يعني انت شايف ان القرار ده افضل قرار لصلاح؟ صلاح اضافه للدوري الانجليزي لليفربول واضافه لاتحاد جده مفيش شك يعني فعلا. بعض الناس تقول لك لا يعني دلوقتي لسه صلاح عنده كمان وداخل على البالندور ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه فيها، عامل بس الامور كانت صعب، اي حد يحط مكانه مكان محمد صلاح بهذه الاغراءات لازم يكون عنده الشخصيه وعنده الكاركتر وعنده الاراده انه شايف الهدف واضح بالنسبه له، يعني في كابتن هاني بيبقى في وضع لا اهلي جده يتمنى صلاح في وجوده عشان كاس العالم، في وجود مباراه النادي الاهلي في حته معينه، اتحاد جده هيروح في حته معينه هيبقى باصص على الاسماء اللي كانت موجوده بنزيما والاسماء اللي موجوده، هو هيبقى اضافه كبيره بالاسماء اللي موجوده دي على مستوى مستوى الاستثمار، شوف كم متابع بيحب صلاح، هيبصوا على الدوري السعودي وهيبقى يتنقل بشكل ازاي، انت عندك على الاقل 100 مليون هنا في مصر بيتابعوا محمد صلاح في اي حته بيروحها، يعني راح فرونتينا تابعنا، راح روما بنتابع، راح تشيلسي بنتابع، بتفتح السوشيال ميديا كل يوم مثلاً صوره معينه صلاح راح، كلوب بيبعت يقول صلاح مش للبيع يا جماعه يلبس لبسوه عملوا بوينت ولبسوا فلينه صلاح، وان صلاح مسافر النهارده بطياره خاصه للسعوديه عشان يحضر الكشف الطبي في دبي، ده رسموا الموقف كمان، عملوا الذكاء الاصطناعي، عملوا محمد صلاح مطلع اعلان مطلع لا وانا صلاح ستيز، ويعني الامور وصلت لمراحل عاليه جدا. طيب خلينا نتكلم تاني على منتخبنا كابتن، كل المنتخبات الافريقيه في 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 تدرج وفي تطور بشكل كبير جدا، عايز اخدك من بدري شويه اقول لك فرص منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه 2024 في ساحل العاج، وهو دي الاهداف يا هادي اللي احنا يعني طبعا اتحاد الكوره انا وهو بيتعاقد مع مستر فيتوريا اكيد كان في اهداف منها حصولنا على البطولات دي، يعني عندنا مثلا كاس الامم الافريقيه السنه الدوره اللي فاتت احنا خدنا تاني مع فيتوريا، احنا نتمنى ناخد اول مع دايما مع صعوبة مصر مرشحه، لكن مع صعوبه خلي بالك اللي كل سنه انا معاك الصعوبه بتزيد، لكن احنا اللي وصلنا له ان احنا نقدر بالمجموعه الجميله اللي احنا شفناها مع مستر فيتوريا ان احنا قادرين ان احنا نحقق الاهداف اللي احنا كمان بنسعى اليها. البطوله العربيه نفس الكلام، احنا وصلنا البطوله العربيه في وصلنا النهائي طبعا مفيش وما قدرناش نفوز، برضك مهم مطلوب جدا من خلال فتره كاس العالم طبعا ان شاء الله باذن الله بالمجموعه والقرعه اللي احنا يعني تواجدنا فيها. عايز اكلمك كمان يا كابتن قبل ما اروح لعمرو، تالق كمان ان جمله المحترفين خاصه مصطفى محمد الحقيقه مصطفى عامل بدايه موسم ولا اروع، اعتقد 4 اهداف في اول 4 اسابيع مع بالزبط. نانت الفرنسي كل الناس بتتكلم عليه بشكل كويس، مرموش كمان ومرموش كمان عامل شغل ألمانيا. كويس محمد صلاح مكسر الدنيا وسام مرسي على سبيل المثال، سام مرسي كمان في تريزيجيه متعور، تريزيجيه متعور وعاد تاني للنادي، لكن بتكلم خاصه كان دايما عندنا راس الحربه دلوقتي مصطفى محمد الحقيقه في التوب فورم بتاعه، ازاي نستغل بقى ده
في مباراة تونس، ونستغل ده كمان في إن شاء الله بطولة أمم أفريقيا. طبعا مصطفى عليه أدوار كمان أنه يعلي كمان من نفسه وبيستمر بهذا المستوى مع نانتيا. ما هو ميزة الاحتراف الخارجي كده هاني، يعني بينقلك، هو اتطور يعني الحقيقة صح، ويطور لعبتنا. عشان كده احنا قلنا محمد صلاح لازم يبقى موجود، لأن طبعا شرف لينا وشرف للمصريين وجود محمد صلاح في الدوري الإنجليزي. طبعا سفيرنا يعني، طبعا سفير الكرة العربية والعالم العربي الأفريقي. مصطفى تطور بشكل كبير بصراحة، يعني مرموش نفس الكلام. فدي كمان من ضمن الحاجات اللي احنا عندنا قوة ضاربة بشكل كبير جدا في خط الهجوم. عندنا أكتر من 4 عناصر أو 5 عناصر مميزين بشكل كبير. فمصطفى بيعتبر نضج بشكل كبير. انت طبعا عشت الاجواء دي في اوروبا، كل الحاجات اللي كانت. لا الحقيقه مصطفى ماشي بشكل كويس قوي، وكان انا في رايي ان شاء الله باذن الله لو استمر بهذا المستوى السنه دي ممكن يطلع البريمير ليج. بالظبط هيطلع الدوري الانجليزي، لان هو ستايل الدوري الانجليزي الحقيقه. بدل يا كابتن حطيتني في ميزان، في امبابي 5 اهداف ومصطفى محمد 4 اهداف في الاسبوع الرابع، بقت المسافه قريبه بالاسماء الكبيره. استمراريه يا عمرو. بالظبط هو دلوقتي كابتن بقى بيعمل حاجه جوه الصندوق، ضربات الجزاء هو اللي بيسددها، بقى بيطور نفسه، ما بقى بيشتغل مش جوه البوكس بس، لا بيشتغل على الاطراف وبيسدد يمينه وشماله العاب الهوا. هو طبعا بيجدها على اعلى مستوى اكتر من 10 على 10. فهو عاش حاله مع نانت مختلفه عن المواسم الماضيه، وحتى وجوده وايجابيته معانا في منتخب مصر بقى ليه شكل مختلف عن ما قبل. طيب على المستوى، على مستوى نجومنا المحترفين اتكلمنا، وعايز اتكلم برضو على عمر شويه. عمر برضو عمر مرموش كان في بعض الناس بتتكلم هيطلع الدوري الانجليزي او لكن هو راح فرانكفورت الالماني، ماشي بشكل كويس قوي وعامل لغايه دلوقتي عامل ال3 اسابيع بشكل اكتر من رائع. انت تقييمك ايه من وجهه نظر الكابتن، تقييمك لمرموش وايه اللي ناقصه؟ علشان الحقيقه لازم، كنت شايف الاول بعض الناس مش مقتنعه شويه بقى وقال لك لا لعيب اناني ولعيب ما عندوش يعني، لكن الحقيقه ماشي بخطوات اكتر من رائعه. ايه اللي انت شايفه لازم يتطور فيه بشكل اسرع شويه مع المنتخب؟ يعني زي ما ذكرت كده، حته الاحتفاظ بالكوره كانت موجوده، لكن طبعا انت في الدوري الاوروبي اكيد المدربين الفنيين بيتكلموا على الملاحظات دي، بيدونوا الملاحظات دي بيبداوا يشتغلوا عليها. فحته الاحتفاظ بالكوره بدا يبقى في وقت بيحتفظ فيه بكوره، في حاله 1 ضد 1، وفي حالات بيقدر يعمل فيها دبل باص، هو ده المطلوب طبعا، حالات بيخش بيها لجوه وبيبدا يعمل البريسنج الجميل بتاعه. حصل تطوير لعمر مرموش بشكل كبير جدا هاني. صحيح. انا عايز اقول لك ان الاحتكاك مع الدوري الالماني دوري قوي طبعا، وانت واحد من الناس بتزيد سبحان الله من مباراه لمباراه، الخصم اللي بتلعب عليه، اللعيبه اللي حواليك، الضغط اللي انت موجود عليه، وهو ما شاء الله كمان صغير السن يعني لسه المستقبل بالنسبه لعمر ان شاء الله باذن الله. طبعا الدوري الالماني وان شاء الله باذن الله الدوريات الاقوى بعد كده يعني. طبعا هي لسه خطوه قدامه، خطوه لسه عايز سنتين كمان او حاجه يبدا يطور نفسه. بس رايك كمان انت، عايز اخدك لسام مرسي شويه، كان موجود فترات وبعدين بعد ورجع تاني بشكل كويس. هيكون لي ادوار يعني، بعض الناس تقول لك هو بس يعني ادواره محدوده مع المنتخب. في وجود فيتوريا كان موجود، في وجود كروش ما كانش موجود. بالزبط. عكس عمر مرموش، عمر مرموش مع كروش كان موجود وكنا مستغربين ان هو ما انضمش مع المنتخب الاولمبي في وجود الكابتن شوقي. عايز ارجع كابتن لعمر، عمر الفينش النهائي مع انتهاء الهجمه بقى عنده ايجابيه لاحراز اهداف، دي كانت قبل كده مش موجوده، كان اقل من كانت ناقصاه. صح. حتى كانت عند تريزيجيه ناقصه، بقت باينه قوي يا كابتن زي ما تقول العدوى يا كابتن هاني، يمكن حضرتك كنت تعمل ما بتحبش كلمه ولا العدوى ولا الكيمياء. صلاح غير ده بقى عنده ايجابيه، انا مش فرود الصريح بس الهاف اللي بخش العمق وعندي ايجابيه على التسديد للمرمى. عمر مرموش بقى نفس الكلام، بقى الكلام ده موجود عند مصطفى محمد، بقى موجود عند تريزيجيه. سام مرسي هيبقى ليه دور الفتره اللي جايه، بس انسجامه مع اللعيبه هيبان بقى، هنشوفه في مباراه تونس، هنشوف بقى الراجل هيبتدي يدي لاسماء معينه. النهارده مدي لعلي جبر مع محمد عبد المنعم، مع ان كانت الناس كلها متوقعه عبد المنعم مع حسام عبد المجيد، لا هو ادى. طيب بمناسبه حسام عبد المجيد، لان كمان حلو قوي الربط ما بين ميكالي الاولمبي وروي فيتوري، انت شايفه يمكن منتخب مصر الاولمبي يتعادل مع 1-1 مع منتخب روسيا للمحليين، انت شايف مين من دلوقتي انه يكون موجود من المنتخب الاولمبي يكون موجود وممكن يعمل دور جيد جدا في بطوله امم افريقيا اللي جايه من الولاد الصغيرين اللي هم مش صغيرين، من المنتخب الاولمبي، عناصر مميزه تقدر تقول لنا اسمين 3 يعني؟
بص يا كابتن، في اسمين ثلاثه هم عندهم القوه اللي يقدر يندمج بسرعه، ابراهيم عادل تمام، محمود صابر حلو، اسامه فيصل، مع الاحتفاظ بقى بالباقي، احمد عيد من وجهه نظري احسن موسم ليه مع المنتخب الاولمبي اللي لفت انظاره وهو كان في الزمالك، واما راح انبي واما راح دلوقتي المصري. بقى عندك واحد واثنين وثلاثه، كوكا وجوده مع المنتخب الاولمبي في الحته بتاعت نص الملعب هي اللي اضافت له كتير قوي مع موجود كولر. برافو عليك، دي اضافت كتير قوي لواحد اشول. احنا تملي بنقول للاشول بيبقى هاف، لا ده بيلعب الديفندر رقم سته، بيعرف يخلي ابراهيم عادل ولا صابر يزيد وهو يعرف يقفل المكان ده. قطه، سمعنا اسماء كتيره يا كابتن في المنتخب. عمر فايد، عمر فايد هروح بيه طبعا بالزبط. للكابتن ماهر سيرد باك، وحضرتك طبعا من افضل من انجبت الملاعب حقيقه في المركز ده. كابتن عمر فايد وانتقاله طبعا للدوري التركي، شايف ده ازاي؟ وشايف ده خطوه كمان ليه انه يكون موجود في منتخب مصر الاول في بطوله امم افريقيا اللي جايه؟ خطوه ايجابيه يعني، بصراحه بنحيي فيها مؤسسه المقاولين العرب. هم محترفين وعندهم توقيت يا هاني، بيقدروا يعني يستغلوه طبعا، يستغلوه بشكل كبير جدا. نفسهم صلاح طبعا يطلع طبعا كان هيبقى النسبه اللي هتروح دي مهمه جدا كمان، خلي بالك الناس ما بتفكرش في الجزئيه دي. لا لا. عمليه الرعايه ديت مهمه جدا، انك تطلع من عندك لعيب وتتعلم منهم يا هاني. مين يا كابتن ماهر اللي كتب دي ليه؟ صلاح وللنني، والنني باشمهندس شريف حبيب. طبعا لا، الراجل المحترم جدا. الاستثماريه دي اللي هي بعد نظر، اللي هي حق رعايه، انك لو انتقلت انا مستفيد في كل الاوقات. كل الاوقات طبعا، يعني طبعا لو راح السعوديه كانت المقاولين راحت في حته ثانيه. كان هروح السعوديه برضه. لكن طبعا قرار عمر قرار يعني بصراحه يحسب لمنظومه المقاولين العرب، وده التوقيت يا هاني، لان انت برضك في الاحتراف وانت واحد عشت الاجواء دي، لو رحت بعد العشرينات. برافو عليك يا كابتن، هو ده السن اللي يطلع فيه بالزبط. ويمكن متاخر كمان سنه يعني. هيبقى صعب قوي انه يبدا يتعلم يعني، واخد بالك؟ هياخد وقت. فانت التعليم تملي بيبقى في الصغر، واحنا مشكله عندنا هنا حته التعليم يعني مش موجوده في القطاع بشكل كبير جدا يعني. خلي بالك هم كمان ممكن يعني ممكن لو ما لعبش او شافوا ان هو لسه مش جاهز قوي ل يكون موجود معاهم في الفرقه، هيعيروه النادي يستفيد وياخد جو. هو واخده النادي المقاولين ايه؟ اعاره، اعاره بنيه البيع. بالظبط يعني، انا استفدت ينضم زي خالد عبد الفتاح، انا ما جبته من سموحه، اعاره بنيه الشراء، اول لما استفدت بيه بقى موجود في النادي الاهلي في القائمه الاساسيه. صحيح. طب على مستوى حراس المرمى طبعا الشناوي رقم واحد. انا عايز ارجع لك يعني الحته بتاعت قلب الدفاع دي مهمه جدا طبعا، جدا ان يبقوا الاثنين موجودين بصفه اساسيه. يعني انا وهاني، وبعدين عمرو بيخش مكاني، وبعدين تبقى انت وعمرو، وبعدين يخش علي جبر، وهنقعد احنا يعني مهمه جدا الثبات في المكان ده، عشان المكان ده من اخطر الاماكن اللي موجوده في الملعب، واخد بالك؟ بيبقى عليه هرس بشكل كبير جدا. الثبات دي يا كابتن ماهر اللي حضرتك بتقول عليها نقطه مهمه جدا. مهم جدا هاني ليه بقى؟ لان عمرو وهو مع الراجل، الكره رايحه عند عمرو في الشريحه بتاعته، وعمرو بيشترك مع الراجل، انا بعمل الكفرنج لورا، الكوره عندي انا، عمرو بيعمل الكفرنج لورا، انا بضغط هو بيميل، الباك التاني بيميل، احنا رحنا نغطي يبقى الباك العكسي جاي. يعني في تحركات في المكان ده. عايز اقول لك يعني المكان ده بالذات ليه مواصفات معينه جدا. رقم واحد انك انت لازم تحط في اعتبارك ان انا دوري اامن الجول بتاعي، ما حدش يجي، محدش يوصل له. رقم اتنين، لازم المنطقه دي يبقى من الصغر معروف عنها ان هي منطقه حمراء، يعني نار محرمه، لازم 18. تحت الضغط. طبعا تحت الضغط ساعات بيتعمل تمرينات ان منطقه ال 18 ده اللي هو خط ال 18 ده خط جول، اسمه خط جول بالنسبه للسيرد باك، قبل خط حارس المرمى. يعني بالظبط، يقول لك يعني انت سيرد باك خط ال 18 ده مش خط ال 18 ده خط الجول بتاعك، خط النار راحت له، ممنوع خط الجول، لو اتعدت هتحسب الجول. ما هو يا كابتن في الوقت دوت، وبعدين المساحه اللي بينك وبين المهاجم، احنا مع الاسف يعني ايدك لو مش لمسه المهاجم يعني انت مش ماسك، اتعلمناه دوت مش زقه يعني، بس طالما عملت كده مش لمسه يبقى انت مش ماسك. وبعدين لازم تبص للكوره وابص للرقبه دي تدريبات مهمه جدا من طبعًا الصغر. طبعا ليه بقى؟ عشان انا لما اشوف الكوره واشوف الخصم اقدر اوضب نفسي، ولما تطلع كوره يبقى انا قراري التشتيت والمهاجم قرروا. الاعداد بيقولوا عشان انتوا الثلاثه سرد باكات خلينا نتكلم على السرد. لا هي يا كابتن التدريبات التخصصيه محرومين منها شويه، يعني المكسب بتاع فيتوريا لقرايته للجيم في الوقت اللي كان فيه كروش، اما حصل اصابه اكرم انت طرفت محمد عبد المنعم، واما اتعور حجازي
استعملت عمر بكرايت عمر كمال ودخلت عبد المنعم جوه. دلوقتي انت موفر على نفسك بقى عندك حسام عبد المجيد وعندك عبد المنعم وعندك علي جبر وعندك بتستعير كمان بعمر فايد المحترف. طيب خلينا نتكلم راي حضرتك في يعني ايه اللي ناقص، ايه البوزيشن اللي انت شايف منتخب مصر لا محتاجين واحد واثنين وثلاثه في المركز ده؟ واحد واثنين وثلاثه او خلينا واحد واثنين بلاش واحد وثلاثه عشان ما يبقاش طماع يعني. ايه المركز انت شايف لا لسه ما يعني لسه احنا بنقول راس حربه دلوقتي عندنا مصطفى محمد وعندنا محمد شريف وممكن جدا يكون يعني تريزيجيه لو موجود صلاح بيخش صلاح بيخش لكن زيزو موجودين في الحته دي كتير صلاح ممكن يخش فيه لكن ايه المركز اللي انت شايف لا عندنا واحد اثنين وثلاثه لا صعب شويه؟ خط الظهر ايوه انت ليبرو عبد المنعم لو مش موجود مش هتلاقي اللي بيحضر لك بالشكل المطلوب اللي بيريح عليك. ناحيه الشمال لو محمد حمدي مش موجود انت محتار هتلاعب مين عشان لسه فتوح ما دخلش. لو موجودين يبقى انا مش محتاج حاجه. انا في رايي باك الشمال عندنا ممكن مش عندنا مشكله لكن عندنا لازم يكون عندنا اكتر من بديل. بالظبط كده بالظبط كده دي الخريطه اللي بيبني عليها مثلا فيكتوريا مساك وصانع العاب كمان. وقتنا خلص سريعا معاكم الحقيقه كانت حلقه مميزه جدا قاصر دباكات بس بنتكلم كوره حلوه لا ما نلعب 3 5 2 رجعنا تاني ليبرو 2 مساكين. شرفتنا ونورتنا يا كابتن. شكرا جزيلا كابتن ماهر. شكرا جزيلا عمور نورتنا وشرفتنا كابتن هاني. شكرا جزيلا دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله في مشواره اللي جاي بطوله ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. اشوف حضراتكم ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف.